اتفقنا واحنا بنطلع واحنا بنعمل واحنا بنعلم المشين بتاعتنا الداتا سيستم بتاعنا حاجه من اتنين في الاخر عايزين نحل المشكله صح؟ يعني هدفك ايه في الاساس؟ ليه برضه الكمبيوتر بتاعك؟ هدفك انك تحل بروبلم معين صح؟ فحل البروبلم ده كان ده جزء من المحاضرات الاولى ان انا ايه؟ بوصف المساله بتاعتي صح كده؟ بوصف المساله وابدا استخدم الايه سيرشنج تكنيكس اللي انا ايه؟ اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. قلنا في جزء المحاضره ديت او في اخرها بقى في خطه اللي انا عملتها المره اللي فاتت كنت طالب منكم اساينمنت. طيب زي ما قلت لك انت عايز تبرمج الماشين بتاعتك. الماشين دي ممكن يكون الجهاز ده صح؟ ممكن يكون حاجه على الموبايل ابلكيشن بتاعك، ممكن يكون روبوت، ممكن يكون اي هاردوير. تحط له اي مابل فانكشن، مابل الانبوت ويروح للايه؟ يا اما الكلام مبني على الاكسبيرينس زي ما شفنا كده والسيرشنج تكنيك عشان ايه يبدا بالانبوت يروح للايه؟ للاوت او الجول اللي هو محتاج يطلعه، صح كده؟ فانت لما بيكون الانبوت بتاعك ليميتد، ليميتد يعني ايه؟ يعني قادر تغطي احتمالاته. قادر تغطي ايه؟ فتقدر تكتب اف ستيتمنت، كذا اف ستيتمنت، صح؟ طيب ماذا لو انت عندك اكس واي او اكس واحد المساله بتاعتك فيها اكس واحد واكس اثنين واكس ثلاثه وعندك خارج كام؟ ها؟ خارج واي صح كده؟ في عندك كام احتمالات للاكس دي؟ 2 اس 3 2 اس 3 صح؟ فانت لو عايز تكتب اف كونديشن لو عايز تكتب اف كونديشن يغطي الكلام ده هتحاول تقريبا تغطي كده ايه الثمان احتمالات دول. لو حبيت تكتبه جاي في السيستم هتكتب ايه؟ اللي هو ايه؟ دي كده كانت معناها ايه كده؟ انت عايز تكتبها ككود ايه؟ اف دوت اكس واحد اد روت ايه؟ اكس 2 اد روت ايه؟ اكس 3 طلع لي الواي دي صح؟ مظبوط؟ اد روت 3 قادر اغطي احتمالاتهم صح؟ طيب لو ان هم بقى من اكس 1 لحد اكس 2 اولا احتمالات تبقى ايه؟ كتير جدا صح؟ الكودنج نفسه هيبقى صعب جدا واحيانا بتكون المساله بتاعتك مش قادر ان انا اقدر اعمل مابنج للانبوت الايه؟ زي ما قلت لك مثلا مساله الايه؟ الفيس ريكوجنيشن مثلا. واخد بالك؟ الفيس اكتب ايه؟ اقول مثلا لو جت الصوره ديت اعمل فيها ايه عشان اكتب ايه؟ عشان اطلع الاوت. لكن احنا لما نيجي نبص بنلاقي نفسنا احنا لا بنحدد والله ايه لو عايز احكم بقى الكلام ده لازم اطلع فيتشرز من الايه؟ من الصوره واخد بالك وابدا اقول والله لو جاي حد شكل وشه عامل ازاي وحدوده عامله ازاي والدنيا دي عامله ازاي واخد بالك بيكون الاوبن بالشكل ده. لكن ده كنت اكتبه ازاي ككودنج يعني. فطبعا واضح ان ايه؟ ان في طريقه ثانيه ان انا اعمل بيها الماشين غير ان اكتب اف ستيتمنت اف اس ستيتمنت صح كده؟ واحط الكلام ده في لوب علشان لو انت عايز ان ايه البروسيس بتاعتك تبقى شغاله فور ايفر صح كده؟ طيب فاذا دلوقتي في شغل الماشين ليرننج تعريف ان انا عايز اعمل ليرننج لايه؟ لبروسيس معينه اعلمها للماشين عشان يبروف ايه؟ بروبلم اكسبيرينس من شويه اكسبيرينس عباره عن الداتا سيت بتاعتك اللي هي بتمثل المساله بتاعتك اللي انت بتشتغل عليها. فبالتالي بيتشاف الماشين ليرننج كديفينيشن طالع ان احنا بنقول ان احنا عايزين نبروف الايه؟ البرفورمانس اللي هي ايه؟ بي واللي احنا بنقيسها بحاجه اسمها برفورمانس ميجر. يعني دايما كده اي بروسيس زي ما شفنا كده شفت لما خدنا السكادولينج الجوريزم بتاع السي يو كنا خدنا كده كذا الجوريزم مش كده؟ وطالما في اكتر من الجوريزم لازم يبقى في عندي بيرفورمانس ميجر تقيس قوه كل واحد فيهم. واخد بالك؟ في الماشين ليرننج تكنيكس زي ما هتكلم بعد شويه انت عايز ايه؟ تقيس قوه مين؟ قوه كل ايه؟ كل ماشين ليرننج تكنيك فلازم يكون في حاجه اسمها بيرفورمانس ايه؟ ميجر عشان تقول والله هو مين؟ اصل هتلاقي على نفس الحاجه اللي بقولها في كذا طريقه. فالكذا طريقه مين فيهم الافضل؟ حتى نيجي نعمل ابحاث خلاص وعايز مثلا اعمل مساله كلاسيفيكيشن او ريجريشن زي ما قلت دلوقتي. خلاص؟ بتعوز دلوقتي انك تتقيم مين في دول الافضل مين لو مثلا عندي نفس المساله انت هتعملها وانت هتعملها وكلكم بتعملوا نفس بس كل واحد بيعمل بطريقته صح؟ مين فيكم الاحسن؟ فلازم ايه؟ لازم على نفس البروسيس على نفس الايه؟ البروسيس اللي انا عايز اعملها نقيس حاجه اسمها بيرفورمانس ايه؟ نقيس حاجه اسمها بيرفورمانس ايه؟ ميجر اللي هي هنتكلم عنها بالتفصيل لاداء سبيسيفيك ايه؟ تاسك بيست على اكسبيرينس معين هذه الاكسبيرينس هي عباره عن الداتا سيت بتاعتك. الاكسبيرينس ما هياش كودنج، ما الاكسبيرينس لو كودنج يعرف المحاضرات الاولى. لكن انت لو ما عندك لو انت الكودنج مش قادر توفره. مش قادر ايه؟ لانك ما عندكش اللوجيك اللي بيعمل بيتعامل بيه الكلام، لكن كل اللي عندك مثلا ايه؟ عندك مليون صوره وجنب كل صوره ده ابراهيم. ده الصوره الثانيه بتاعت ابراهيم، ده الصوره الثالثه بتاعت ابراهيم.
عندك داتا سيت اكسبيرينس مش ماجي عباره عن ايه؟ عباره عن ايه يا شباب؟ ما يسمى بالايه؟ بالداتا سيت. ما هي الداتا سيت؟ بتبقى عباره عن ايه؟ مثلا لو انت بتتكلم على مساله فيس ريكوجنيشن، يعني ايه فيس ريكوجنيشن يا شباب؟ عايزين ايه؟ البروسيس بتاعتك اللي انت عايز تعملها، انك عايز تعمل ريكوجنيشن كل ما تشوف صوره حد تقول والله ده فلان، زي ما بيحصل في البصمه اللي قدامك دي، صح كده؟ طيب فعندك صوره واسم الشخص، صوره واسم الايه؟ صوره واسم الايه؟ واسم الشخص، واخد بالك؟ دي الاكسبيرينس بالنسبه لك، هي مجرد توافر ايه؟ الداتا سيت. ويا بطل طبعا ليه الماشين ليرنينج واخده رواج جامد دلوقتي؟ ليه نزلت؟ لان اصلا حصل ديجيتال ترانسفورميشن. ليه ايه؟ ما كانتش موجوده قبل كده، دلوقتي ايه الموضوع؟ يعني بالهبل يعني بيج داتا، بيج داتا وعليها شغل جامد، واخد بالك؟ فعشان كده بقى الترند كله هو ايه؟ سيبك بقى من الكلام القديم وخليك بقى في الكلام الايه؟ على الرغم من كده انا جيت شرحت اللي فات، طب ليه شرحت اللي فات اصلا لما هو يعني مش بس بيزكس، يعني ده اساسا اصلا يعني ما زلنا بنحتاجه اصلا في بعض المسائل، اصل انت تلجا للماشين ليرنينج، امتى تلجا للماشين ليرنينج؟ لو مش قادر الم الليله، الموضوع اكبر مني، واخد بالك؟ يعني لو اكسبيرينس نفسها مش موجوده، واخد بالك؟ طب افرض مثلا اصل الماشين ليرنينج ده طريقته في الليرنينج بتاخد ايفورت، تاخد تايم، عايزه بروسيسنج، اسمع بقى الكلمتين دول مهمه قوي، علشان لو انت جاي تعلى سن على مستوى بعد كده، لو انت عندك طريقتين لحل المساله، انا قلت فانا اي برنامج انت عايز تعمله عندك سكتين للايه؟ للموضوع، يا تشتغل بشغل الشغل السيرشنج والكلام ده، او تشتغل بطريقه الماشين ايه؟ الماشين ليرنينج. طب اخد انهي سكه؟ على حسب ايه المتوفر عندك. لو المساله سهله ان انا اكتبها كاف ستيتمنت، اياك تروح للماشين ليرنينج. عارف ليه؟ لان الماشين ليرنينج ده ايفورت، بياخد ريسورس كتير، بياخد ريسورس كتيره جدا، فما اروحلوش الا اذا كانت المساله عايزه كده، ما عنديش الاكسبيرينس الكافيه ان انا اكتب الكودنج، عندي داتا سيت كبيره متاحه، ما عنديش اللوجيك ازاي الانبوت بيمال يطلع اروح للايه؟ للاوت. تمام؟ طيب يبقى تعرفنا دلوقتي ان انا عشان اعمل ليرنينج عايز اوصل ليها هاي بيرفورمانس على سبيسيفيك ايه؟ تاسك او سبيسيفيك تاسك بيزد على اكسبيرينس معينه اللي هي متمثله في الداتا ايه؟ في الداتا سيت بتاعي. طيب ناكد بقى المعلومه، ناكد المعلومه. بص يا شباب التراديشنال بروجرامنج اتفقنا ده اي اي وده برضه ايه؟ اي اي. خلاص؟ التراديشنال بروجرامنج ده اي اي مبني على ان انت كاتب للكمبيوتر ايه؟ الكمبيوتر انت عامل له ايه؟ انت اللي بتكتب ايه؟ البروجرام اللي هو عباره عن اف زي ستيتمنت جوه واللوبس والكلام ده. تدخله مين؟ الانبوت يطلع لك الايه؟ فور اكزامبل انت عارف هنا البرنامج ده عباره عن حساب مساحه مستطيل، الاريا بتساوي ايه؟ طول في الايه؟ يبقى انت مطلوب منك تدخل الانبوت كايه؟ يبقى انت كده بدخل البرنامج، بدخل طبعا المنهج اللي انتوا خدتوه في السي شارب او السي بلس بلس هنا في المعهد كان كله ايه؟ الجزء الاولاني، لكن يطلب منك انك تكتب ايه؟ برنامج معين تدخل الايه؟ الداتا وده ايه؟ وبعد كده راح يطلع الاول، ده جزء من الاي ده اي اي بس ده ايه مبني على التراديشنال ايه؟ التراديشنال بروجرام مش هو ده القصه دلوقتي. الجديد بقى بالنسبه لك في الماشين ليرننج انك بتدخل الكمبيوتر ايه؟ انت بتدخل له الداتا يا الانبوت وايه؟ وتطلب من الكمبيوتر انه يتعلم هو الايه؟ انت دي قصه الماشين ليرننج، انت عايز الايه؟ عايز الكمبيوتر يتعلم هو البرنامج اللي هو بيمال من الانبوت يروح للايه؟ للاوت. الانبوت يروح للايه؟ واضح الفرق؟ الاكسبيرينس هنا متمثله في ايه؟ في برنامج تدي له الانبوت يطلع لك الايه؟ الاوت. لكن هنا الكمبيوتر عايز يلم ايه؟ من الداتا بتاعتك اللي هي عباره عن انبوت وايه؟ واوت. الداتا سيت عباره عن انبوت وايه؟ واوت، واخد بالك؟ يعني فور اكزامبل هتدي له الداتا اللي هي عباره عن طول وعرض والاوت هو المساحه، وتدخل الداتا سيت دي للايه؟ المفروض هو يتعلم الفانكشن ان الاوت اللي طالع ده هو عباره عن ايه؟ الويث في الايه؟ الويث في الهارد، ده اللي هو يتعلمه البرنامج بتاعك. طب حته الليرنينج دي اللي هو يتعلم الماشين بتاعتك تتعلم ازاي الاول تجمع الانبوت، هل الكلام ده يمكن مثال واحد ولا امثله كتيره موجوده المفروض؟ كتيره دايما الليرنينج كل ما تكون المساله صعبه، يعني اسالك هي مساله الفيس ريكوجنيشن دي مساله سهله ولا صعبه؟ صعبه. هل يكفي مثلا عشان تخلي الكمبيوتر يتعلم الوشوش تديله صوره كل واحد وتقول له اتعلم بقى؟ المفروض اتليست مثلا يقول مثلا 50,000 صوره، واخد بالك؟ 60,000، واضح انك بتعوز عشان تخلي الموديل مور روبست ريلايبل يبيهيف صح يتعلم صح، لازم تديله ايه؟ ديتا بحجم ايه؟ بحجم كبير عشان يتعلم فيه. خد انت فور اكزامبل، يعني لو انا مثلا اديتك مساله معينه وقلت لك اتعلم المساله دي،
ادي الانبوت بدل ايه وبعد كده دخلت لك امتحان هتبهيف كويس ولا محتاج ايه تتعاد تحل مساله واثنين وثلاثه واربعه عشان تعرف ازاي الاوت بيجي من ايه شوف كتير بيجي تشوف كتير. طيب الماشين ليرنينج ده بنستخدمه ليه؟ زي ما قلت لك الماشين ليرنينج امتى اروح افكر فيه اصلا؟ امتى دماغي توديني ليه؟ تمام؟ لان طبعا زي ما الراجل ده قال بالظبط ايه؟ ده ريسورس واخد بالك بيستهلك الريسورس بشكل او باخر واخد بالك؟ طيب لو الهيومن اكسبيرينس داز نوت اكزيست لو في مساله معينه الاكسبيرينس بتاعت اليوزر مش جايبه معاك سكه مش عارف اكتب ايه ستيتمنت اقول ايه؟ زي ما قلت لك عايز اقول واحد بيتكلم كده عايز اقول ده ابراهيم ده عايز اقول ده فلان اكتب ايه بقى؟ ماشي انا عارف ان ده صوت انا عارف ان ده صوت هاني وعارف ان ده صوت عبد الله وعارف ان ده صوت ابراهيم ايوه اكتب ايه بقى؟ اكتب ايه الكمبيوتر يعني لو سمع صوت مين؟ لو سمع صوتي بعد كده يقول ده هاني ولا ابراهيم على اساس ايه؟ ما هو يا اما عنده برنامج يا اما في موديل عارف الاصوات وبيبان كل صوت لايه؟ طب انت بتحصل ازاي؟ ان من بصمه الصوت بنطلع فيتشر معين وبنعلمها للموديل لو جات لك البصمه دي يبقى ده يتفهم لو جات لك البصمه دي يبقى ده ايه؟ والكلام ده ان شاء الله هنقول بيحصل ازاي بقى. طيب كمان لو كمان اليومن كانت اكسبلين زين اكسبرتيز يعني هو عارف ان ده صوت فلان وده صوت فلان لكن مش عارف يكتب الكلام ده ككودي زي حته السبيتش ايه؟ السبيتش ريكوجنيشن صح كده ولا لا؟ طيب المودلز ماست بي كاستمايزد يعني مثلا زي ما انت شايف كده في مجال الميديكال مثلا يعني انت راجل الماشين ليرنينج لو انت في عندك بعض البروبلمز هقول لك ببساطه كده انت شايف حاجات الام ار اي كان في حد بيتكلم في شغل الميديكال كتير المره اللي فاتت دلوقتي انا هل الداتا دي متواجده يعني انا دلوقتي عندي ساعات بيجي ناخد صوره كده معينه على الام ار اي او غيره وبيبقى فيها شويه باجز كده احيانا واخد بالك؟ ف وانك تاخد الصوره تسكان الصوره مره ثانيه ده مكلف تسكان الصوره مره ثالثه ده ايه؟ ده مكلف فلو قدرنا نتعامل مع ماشين ليرنينج موديل الموديل ده دور ان هو حتى يتعامل مع الحاجات اللي فيها مشاكل يقدر ايه؟ البري بروسيسنج بتاع الداتا ان انا اطلع اي مشاكل وادي الصوره دي للايه؟ للموديل يتعلم منها عشان يديك افضل نتائج ده بتبقى ايه؟ بتبقى حاجه كويسه جدا برضه دي مبنيه على ايه؟ على ان الموديل بيليرن على حاجات قديمه قبل كده واخد بالك بيعرف ايه؟ يشيل اي نويز ويقدر ايه يتعامل مع اي مشاكل ممكن تكون موجوده معاه. طيب استخدم ماشين ليرننج لما يكون عندي هيوج اماونت اوف ايه؟ اوف ديتا لما يكون عندي هيوج اماونت اوف ديتا لما يكون عندي داتا كتير ولا وين الكلام ده بقى عليه بنتشغل دلوقتي الماشين ليرننج حتى لو الداتا وطبعا ده الجزء اللي انا هقوله بس بره المنهج خلاص يعني هوصل المنهج معاك لحد معين وبعد كده هديك ادفانس التوبكس بقى عشان ايه نعرف نشغلها في مشاريعنا او غيره او تكمل فيها بعدين. طيب هو الماشين ليرنينج في الاساس اول ما اتعمل واول ما اتوجد كان مبني ان وانا بعلم الموديل لازم يكون فيه هيوج اماونت اوف ايه؟ هيوج اماونت اوف ديتا لان زي ما قلت لك انت عايز تعلم موديل مبني على داتا لازم تكون داتا دي كتيره جدا عشان الموديل يعرف يتعلم عشان هتعلم البرنامج واخد بالك؟ طيب زي ما انت بتشوف كده هل الليرنينج ده هو اولموست يصفر؟ لو استخدمت الماشين ليرنينج ده دايما دي حاجه يصفر يعني ولا مش بالضروره لو المساله سهله اصلا لو المساله اعرف اخلصها يعني مثلا هل استخدم الماشين ليرنينج لو انا عايز مثلا اكالكوليت البيرول او الراجل مثلا بيقول انا لسه عامل برنامج للاي تي ام وبتاع والكلام ده مش انت عرفت البرمجه جنبي وكانت الدنيا سهله يعني او صعبه يعني كانت يعني في الاخر كتبت برنامج في الاخر عرفت تعمله صح خلاص يبقى الدنيا طالما تتعامل بالمعادلات وحاجه بتسلم الدنيا سهله قوي فاذا ما بلجاش للماشين ليرنينج طول ما الكلام ماثيماتيكالي كده خلصان او في الحل بتاعها ايه موجود. طيب مساله زي دي اسمها ايه المساله دي اوبتيكال كاركتر لا اوبتيكال ايه دي ايه ده بيديكت بيديكت الارقام هاند ريتن هاند ريتن عايز احول الكلام ده طبعا كيس فار صح مكتوبه بايد مختلف عايز احول من حاجه مكتوبه هاند ريتن لديجيتال واخد بالك؟ فالمساله اللي شايف قلت لك ازاي خان يعني هو احنا كلنا خطوطنا زي بعض بس انت مثلا ممكن واحد يكتب الواحد تلاقيه عامل كده الاقلام زي بعضها يعني مثلا واحد عامل واحد يعمله كده صح؟ واحد يعمل كده واحد يعمل كده دي كلها داتا مش بنشوفها كلها صح؟ طب الموديل بتاعك الموديل بتاعك خد بالك انا دايما ببقى متعود ان انا بنزل المستوى خالص
لحد ما احطك على الخط وبعد كده هطير. خد بالك يعني هرفعك كده عشان تحس ان الموضوع مقبول بالنسبه لك. وبعد بعد توصل لمستوى معين حاول بقى تلحق خلاص كده. بس يعني انا عشان كده قلت لك انا هوصل معاك لمستوى انا هحطه معاك في الامتحان واقف على كده خلص المنهج. بعد كده ازاي تطلع بقى مشاكل؟ هتكون وقتها انت خلصت المفروض المشروع بتاعك او على الاقل عملت جزء كبير جدا في المشروع بتاعك. فنبدا نتكلم بقى ونكمل. طيب في الحقيقه لو الماشين ليرنينج موديل ما شافش كل الاكزامبلز دي، لو هو شاف اثنين واحده بس منها، ده اللي بكلمك فيه. لو هو شاف اثنين بس بالمنظر ده مش عارف الباقي. طب لو شاف الاثنين دول فواضح ان انا محتاج اجيب ايه؟ ها؟ اشوف اندنات كتيره قوي صح؟ وواحد داتا ست محترمه عدد كبير جدا من الاندنات وصلت بقول ان دي هي اثنين ودي برضه هي ايه؟ ودي برضه هي ايه؟ ودي برضه هي ايه؟ هو بقى ميزه الموديل بتاعك يبدا يمشي على الداتا بتاعتك دي ويعرف ان كل الاشكال دي اشكال الايه؟ للاثنين وبعد كده يدور عليها. السؤال اللي فتح بيجي في دماغ الواحد دلوقتي وهيتعلمها ازاي؟ هقول لك هيتعلمها ازاي. فين بعض الاكزامبلز اللي هنشغل فيها فين بعض دي بعض المسائل ودي كل جزء فيها بعض المشاريع اللي انتوا اتكلمتوا فيها. مثلا الراجل ده اتكلم قال انا هشتغل في حته ميديكال صح؟ حد تاني برضه قال هشتغل في حته ميديكال. طيب المسائل بتاعتك ممكن تشغل فيها الماشين ليرننج ومحتاجه ليرننج فعليا محتاجه شغل الماشين ليرننج. الحاجات اللي ايه؟ ان انا اعمل ريكوجنايزنج لايه؟ للباترنز. اي باترن لو في عندك اي ايه؟ فور اكزامبل مثلا الجزء بتاع الفشل ايدنتيفيكيشن او الفشل اكسبريشن. لو انت في مثلا واحد بيضحك او بيعيط وعايز الموديل بتاعك يتجرس ان هو بيضحك او بيعيط او بيصوت او بيعمل او غيره، فده ليه كل 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 اكشن من دول ليه باترن معين صح؟ ولا كلنا بنبني نفس الاكشن؟ ولا كل واحد فيهم ليه اكشن معين؟ فانت بتريكوجنايز الباترن اللي موجود ده خلاص عشان تعرف ايه نوع الايه؟ الوش او مين مين الفيس الموجود؟ لان كل واحد فيه مجموعه فيتشرز واحد غير الثاني صح ولا لا؟ طيب وبتقدر تعمل فاشل اكسبريشن عشان تعرف الراجل ده بيضحك ولا بيعيط ولا بيصوت. طيب الهاند ريتن زي ما انت شفت كده او السبوكن ووردز الهاند ريتن دي ازاي تعمل ابلكيشن؟ ما هو في الاخر هو ابلكيشن بس مبني على ايه؟ على الماشين ليرننج. في الاخر هو ابلكيشن تدي له الهاند ريتن يحولها لك لحاجات ديجيتال واخد بالك؟ بس بدل ما انت بتكتب مش عارف تكتب ايه ككودنج بتعلم هو دور الماشين ليرننج موديل انه يبص على داتا سيت دي ويتعلم ازاي الانبوت راح للايه؟ راح ليه. طيب الميديكال ايمج زي ما وريتكم كده في اول محاضره في الاول ان ازاي تتعامل مع الميديكال ايمج. مثلا بنتكلم على المرض بتاع البرين تيومر دي مساله لوحدها يعني هجمع داتا ست محترمه قوي لصور لحاجات ببرين تيومر وحاجات لا اللي هو المرض بتاع المخ واخد بالك في حاجات وحاجات ايه والموديل دوره ان يعرف لما لو جه له صوره ام ار اي بعد كده هي دي فيها برين تيومر ولا لا. انت فاهمني؟ كويس. طيب في بقى كمان حاجات اللي هي جينيتنج زي اجنريت ايمج اور الموشن سيكونس. طبعا في دي في الجزء ده نقدر ايه؟ نقدر نستخدم الماشين ليرننج في ان هو يجنريت ايمج من ايمجز موجوده او جنريت ديتا من ديتا موجوده واخد بالك؟ وكمان ممكن ادخل معاه لو انت هو بالنسبه للاكشن هو في صوره ولا سيكونس اوف موشن او سيكونس اوف فريم يعني عايز اجري حركه الجري انا كده واقف صح؟ طب اي حاجه فيها حركه بقى يعني عايز اعمل راننج فلازم ايه؟ يبقى انا باخد شكل المشي بياخد شكل معين الجري بياخد باترن ايه؟ تاني فانا عايز اعرف اقدر اعمل اعرف من الموشن سيكونس اعرف اكلاسيفاي هو الراجل ده بيجري ولا بينط ولا بيمشي ولا ايه بالظبط؟ بس خد بالك ده محتاج داتا هيوج اماونت اوف داتا وده برضه محتاج ايه؟ هيوج اماونت اوف داتا وبرضه ده واحد لما كنا في المعمل في اليابان كان في ناس يعني بصراحه كده كانت بتشتغل مينلي كده لما الديب ليرننج يبقى فعال قوي كان بيشتغل في حته الريكوجنايزنج للايه؟ للحاجات اللي هي دي حاجه اللي هي اب نورمال او حاجه اللي هي مثلا ايه؟ ان يوجوال واخد بالك؟ طبعا انتوا عارفين مثلا ايه؟ في مخارج دخول ومخارج خروج. الطبيعي الفروض الطبيعي هو ايه؟ مثلا الناس في بابين هنا ده باب للدخول صح؟ ولو في باب ورا يبقى ده باب للايه؟ او العكس الناس بتدخل كده وتطلع كده. فجاء فجاه من مين فاكر مشكله الحج زمان؟ اللي هو ايه؟ كان المفروض ناس تيجي كده وجم بالعكس. فلو انت عملت ديتكت بسرعه لو في ابلكيشن يقدر يديتكت الايه؟ ده حصل انيوجوال اكشن
عالج المشكله. انت عالجت في سنه صح ولا لا؟ مش حصل المصيبه اللي حصلت. ان يوجوال اكشن او حصل اتاك يعني في فلو طبيعي ماشي وانت هتتكت ان حاجه مش طبيعيه في سرقه حصل او في حصل مثلا ايه دينير اوف سيرفيس يعني حصل كده دينير اوف سيرفيس اللي هو في واحد عمال مثلا في سيرفر بيستقبل ريكوست بشكل معين جه في لحظه من اللحظات تك 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 حصل اتاك عشان يقفل السيرفيس لان كل سيرفر بيكون ليميت النمبر اوف ايه اوف ريكوست فانت غرقته بالايه بالريكوست ديت وده باتر مش طبيعي عايز اقدر اعمله ديتكت واخد بالك عشان اوقف الايه الهجمات دي او السيناريو بتاع الهجمه ده واخد رد فعل عكسي واخد بالك فالكلام ده اقدر اعمله ليه اهو طب ده يجي ازاي انا هدرب موديل على اشكال كتيره للباتر الطبيعي او الفلو الطبيعي واشكال ثانيه للفلو مش ايه مش طبيعي في اي يجي اي خطه او اي حاجه مش طبيعيه يقدر يعملها ديتكت على طول واخدين بالكم الحاجه الاخيره دي مهمه لو تلاحظ دي كده ريكوجنايز بريكوجنايز يعني بعمل ريكوجنيشن ريكوجنيشن دي يعني بقدر ادرك حاجه معينه حصلت الادراك ده بيبقى دايما مبني على تصنيف معين كلاسيفيكيشن يعني ايه الحاجه حصلت ولا ايه ولا ما حصلتش واخد بالك عايز اصنف مثلا ريكوجنايز اللي هي الاولانيه دي هل دي محصوره ولا مش محصوره لو احنا مثلا شفنا عايزين السيستم الموجود ده عارف هاني وابراهيم والسيد طب والاكسبريشنز اللي هي الفاشل اكسبريشن محصوره ولا مش محصوره؟ بيضحك بيعيط بينبسط غيره صح كده؟ فدي كلها حاجات ريكوجنيشن لكلاسز معينه ديسكريت معروف هي مين؟ خلاص؟ لكن بالنسبه للجزء بتاع البريدكشن ده حتى الجزء بتاع الابنورمالي ده الانوماليز ديتكشن ده او حاجه ابنورمال او انيوجوال دي كلها برضو عايز تديتكت هو دي ولا لا في مشكله ولا مفيش مشكله خد بالك طيب بالنسبه للبريدكشن الاخير الجزء الاخير ده الجزء الاخير هو البريدكشن يعني ايه البريدكشن انك عايز تقول مثلا انت متوقع سعر الصرف بعد شهر بعد سنه واخد بالك ده ايه النهارده مثلا بسعر الدولار النهارده مثلا كذا ممكن بعد شهرين يبقى كذا بعد ثلاث شهور يبقى كذا دي قصه البريدكشن برضو خلاص او مثلا عايز اشوف الاسعار وتغير الاسعار المناخ وتغير المناخ وغيره من الكلام ده هوصف الكلام بشكل او باخر بس خليك عارف ان الماشين ليرنينج دلوقتي خليك عارف هو الفيلد اوف ايه الفيلد اوف ستادي ذات جيفز الكمبيوتر بيدي الكمبيوتر ايه الابيليتي تو ليرن ويزود بي الاكسبريس ايه من غير ما برمجه برمجه صريحه ايه البرمجه الصريحه اف اس معادلات اديله اف اس اف اف اس اف زد مودز في لوبس بقى البرمجه العاديه المعروفه انا ببرمجه بخليه ينفذ تاسك معينه او يتعلم تاسك معين اللي هو يعملها ويزود بيه الاكسبريس ايه خلاص طيب ده الديفينيشن بتاع الموضوع عايز يتعلم اللعبه دي من غير ما برمجه برمجه صريحه واخد بالك؟ طيب بعض الاكزامبلز ركز معايا كده لو انا عايز طبعا تتفادى وانت بتتكلم ماشين ليرننج فانت عندك ثلاث حاجات عندك تاسك عايز توصل ليها باعلى برفورمانس فلازم يكون عندك اكسبيرينس زي اللي بتنزل في الداتا سيت بتاعك. فدول ثلاث حاجات وانت بتحل اي مساله في الماشين ليرننج لازم يكون معاك الثلاث حاجات دول. وافتح اي بحث بقى هتلاقي الاول يشرح لك المساله هي ايه؟ اللي هي التاسك اللي انت عايز تحلها. وكمان يقول لك والله عشان احل المساله دي بقى لازم يكون عندي ايه؟ داتا سيت. هدرب عليها ليه؟ بس بالنسبه لك الايه؟ الاكسبيرينس. ويقول لك والله عشان اقيس جوده الموديل بتاعي اللي انا هعمله. عايز اقارنه ببقيه المودلز فايه البرفورمانس ميجر اللي على اساسها نقيس جوده الموديل بتاعي اللي خليت الكمبيوتر يتعلمه بدون برمجه صريحه مقارنه ببقيه المودلز الايه؟ الموجوده. تعالى كده المساله لو انت عايز تعمل بلاينج تشيكرز او اي بلاينج لاي جيم واخد بالك؟ فطبعا دي التاسك اللي انت عايز تعملها. البرفورمانس انت عايز تشوف البرسنتج اوف جيم وورك اجينست اي ايه؟ اي عايز تقيس انت لما برمجت الموديل ان هو يلعب واخد بالك؟ طب هو كسب كم مره في الموضوع ده؟ ولا هو دايما بيخسر ولا ايه؟ لو هو طبعا بيكسب بشكل او باخر طب ضربه على داتا محترمه وكيس سيناريوز كتيره هتلاقيه بيعرف يتفاعل مع ايه؟ مع كل انواع اللعيبه الموجوده صح ولا لا؟ وبالتالي هتلاقي ممكن الكمبيوتر ايه؟ تقدر تحطه على اكتر من ليفل صح كده؟ وكل ليفل ده على حسب هو كل ليفل ليه موديل خاص بيه ممكن موديل يبقى ايه؟ مليان كل الكيسز تقدر تتعامل مع اي ايه؟ مع اي مثلا. طيب الاكسبيرينس اللي انت هيبقى عندك براكتس جيم اجينست ايه؟
اتسلف. وخد بالك هيبعتوا اكزامبلز كتيره لسيناريوز كتيره جدا. تعالى مثلا دي الحته دي، لو انت عايز تعمل برنامج التاسك بتاعتك انك تعمل ايه؟ ريكوجنايزنج للهاند ريتن ووردز، في هاند ريتن ووردز مكتوبه. طب ممكن حتى من غير ما نبص كده، لو انت التاسك بتاعتك عايز الموديل بتاعك يديله حاجه هاند ريتن ويكتبها او يتكلمها، دي 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 ده دي التاسك. البرفورمانس هيبقى عامله ازاي؟ البرفورمانس هتقيسها ازاي؟ عارف كلمات ايه؟ هو الصح كلمات اللي ما اي حاجات. دي 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 بتقيس، يبقى عندك حاجه اسمها اكيورسي، هو قد ايه كان اكيورت، يعني هو المفروض فعلا هو كتب هاني، هل طلعت فعلا هاني؟ ولا شال حرف الايه وكتب حاجه ثانيه ولا ايه بالظبط؟ واخد بالك؟ فهنقول في حاجه اسمها الاكيورسي، خلاص في حاجه اسمها الايه؟ الاف 1 سكور، بريسيشن، كل الكلام ده بنقيسه كقوه للايه؟ للموديل اللي انت ايه؟ الموديل اللي انت عامله. طبعا لازم يوفر، لازم يوفر داتا بيس كامله فيها كل الايه؟ الهاند ريتن ايه؟ الكلمه وما يقابلها من ايه؟ بالديجيتال فورمات، صح كده؟ طيب حاجات مثلا دي، المثال الاخير ده، المثال الاخير ده بيعمل ايه؟ المثال الاخير ده بيعمل ايه؟ سبام سالب على ايميل. دي التاسك اللي انا عايز اعملها، دي اللي عايز ابرمج بيها الكمبيوتر بتاعي. واخد بالك؟ طريقه عايز اشوف الايميل اللي وصلني هو سبام ولا مش سبام. فطبعا البرفورمانس ميجر ابدا اقول على الموديل هو كويس، اللي هو اللي سبام يقول عليه سبام، واللي مش سبام دي كده اسمها ترو بوزيتيف وترو نيجاتيف. يعني ايه ترو بوزيتيف وترو نيجاتيف؟ ترو بوزيتيف يعني ايه؟ يعني هي حاجه فيها سبام صح؟ هو صنفها فعلا ان هي سبام. دي ترو ان هي فعلا في سبام اسمها ترو بوزيتيف. طب ايه ترو نيجاتيف؟ انه قال على دي مش سبام وهي فعلا مش سبام. فدي اسمها ترو، صح على ان هي مش ايه؟ مش سبام. لكن حته بقى ايه؟ فولس بوزيتيف خلاص قال على حاجه ان هي سبام وهي مش سبام. خلاص؟ في حاجه اسمها الفولس نيجاتيف قال على حاجه ان هي ايه؟ مش سبام بس هي اصلا في الاساس ايه؟ في الاساس سبام. حلو قوي. ها؟ ايه اللفه دي؟ لفه. طيب نتفق او نختلف، هل الماشين ليرننج يعني بص اللي عايز يمشي عندنا ابحاث يروح الحته دي، بيبقى ده ريسنت، يبقى هو شغال في الحته دي دلوقتي. ده راجل اب تو ديت حتى في الكنترول، زي ما قلت لك الماشين ليرننج ده تطبيقاته في كل حته. زي ما قلنا وانا كنت جاي بقول في الاول، قلت لك هات لي اي تطبيق ولبسه اي اي يطلع بحث على طول. واخد بالك؟ يعني مثلا سي الراجل ده مثلا كان عامل مالتي ميديا صح؟ في الجيم بتاعتك مش كده؟ كنت بتقول والله انا عايز اعمل ايه؟ عايز والله في سيرفيس معينه كده لكذا كذا كذا هدخلها كاي اي سيرفيس. طب انا ما ينفعش اكتبها ككودنج؟ لو ينفع ما تروحش للماشين ليرننج. طب لو ما ينفعش؟ لازم تروح الاي اي سيرفيسز مبنيه على ايه؟ على الماشين ايه؟ على الماشين ليرننج. واخد بالك؟ طيب بس مين يفتكر الشرط؟ شغل الماشين ليرننج شرطه الاساسي ان يكون عندك هيوج اماونت اوف ايه؟ طب مثلا ما عنديش الهيوج اماونت اوف داتا اللي هعلم بيها الماشين ليرننج الموديل. الداتا حبه صغيرين كده. اعمل لها اوجمنتيشن. اعمل بيها اعمل لها اوجمنتيشن ازودها. وهنتكلم نزودها ليه؟ هل ازودها ديت اعتباطها اني اعمل كوبي وبيست؟ يعني مثلا سي انا عايز الموديل اتفقنا الموديل عشان يتدرب محتاج انا اديله هيوج اماونت اوف ايه؟ اوف داتا صح؟ طب انت واحد جاب في دماغه ساعات بتيجي في دماغك الناس طب سهله يا دكتور عندك 100 صوره هنكوبي ال 100 صوره دي 1000 مره بقى عندي داتا قد كده كده انت عملت ايه؟ انت كده حفظت الداتا دي وبس حصل له ايه؟ حصل له فيتنج خلاص الدنيا بايظه قوي. طب الحل عشان ده كلام بيطلع بيه ابحاث وانت بتعمل داتا اوجمنتيشن او انت بتزود الداتا بتاعتك لازم تعملها على فكر على معمل على كيس ستادي كده. يعني ايه؟ لو احنا مثلا عايزين نعمل فيس ريكوجنيشن والداتا بتاعتي قد كده وانا عايز ازود اخد صوره ابراهيم دي واعمل لها ايه؟ لا وانت بتعمل تعمل بحاجه لها لوجيك ممكن الصوره تتزحزح سنه لفوق تتزحزح يبقى عليها نويز لاي سبب الكونتراست بيتغير الكلر يبص حاجه ليها معنى حاجه المودل هيتعلم منها حاجه زياده. لكن ما تجيش مثلا تقول لي والله بص انا هقطع لك نص وشه وخليك عامل الحته دي في لازم تفكر كده في الاوجمنتيشن مش اي حاجه تنفع مع المساله بتاعتك صح. وعايز اقول لك مثلا كنا احنا مثلا عاملين تطبيق انا واحد صاحبي زمان كده فكان البيبر اتقبلت لمجرد ان فكرنا ازاي الاوجمنت الداتا بطريقه ليها معنى هتعلم موديل كيس المفروض تكون موجوده بس ما عندناش صور ليها. يعني مثلا بص تلاقي فيسبوك بس ما شاء الله انت عامل كده يجيبك انت ابراهيم تعمل كده يجيبك صح كده؟ لانه انت كيسز مختلفه لمين؟ لابراهيم لابراهيم دي صح كده ولا لا؟ بالظبط
طيب الحاجات دي مفعله دلوقتي مش كده؟ وبالفعل الناس هنا في الجامعه مش عارف حد عملها ولا لا. حاجات الاوتو دريفن كار. الاوتو دريفن ايه؟ الاوتونوماس كار، واخد بالك؟ الاوتونوماس كار دي مليانه ايه؟ مليانه اي اي سيرفيسز بتعمل مثلا عايز اعمل ديتكت اذا كان في طب ولا مفيش، اذا كان في مشاه ولا مفيش، واخد بالك؟ اذا كان في ترافيك واعرف ريكوجنايز الترافيك ده احمر ولا اخضر ولا ايه؟ ولا ازرق؟ عملوها على بس من زمان كان على جست النانو موجوده. كله موجود. فالقصه كلها ان انا عايز ايه يا شباب؟ ان انا عايز ايه؟ ان انا عايز العربيه اللي قدامك دي هل هيبقى فيها اي اي سيرفيس واحد؟ ودي انا بكلمك انت بيها. هل الاوتونوماس كار دي او الاوتو دريفن كار دي هيبقى فيها اي اي سيرفيس واحده واحده بس لكل الخدمات اللي انت عايز تعملها؟ امال اعمل ايه؟ اكتر من اخد اي اي موديل يعمل شغل، اي اي موديل ده بيعمل حاجه واحده بس، تاسك واحده بس، سبيسيفيك تاسك، واخد بالك؟ عشان يتعلم كويس، واخد بالك معايا؟ طب انت حبيت تعمل جوه الاي اي موديل ده، جوه العربيه اللي قدامك دي، عايز تعمل اكتر من سيرفيس اي اي، حاجه مثلا زي ما قلت لك تعرف اذا كان ده بيدسترين ولا لا، ده راجل مشاه ولا مش مشاه، يبقى ده اي اي موديل لوحده. خلاص؟ يستقبل ايه؟ ياخد يلقط الصوره، في سنسور كده كده عندك سنسور. السنسور بالنسبه لك هو مين هنا؟ الكاميرا. هي دي بتلقط الصوره وتعوض في الاي اي موديل وتقدر ايه؟ تديتكت اذا كانت الدنيا فاضيه ولا فيها حاجه، والحاجه دي هي حجره الابواب الثاني، هي حجره ولا شخص ولا دي كل. طيب هو انا مش ممكن اخلي الداتا ست بتاعتي فيها كل الكلاسز دي؟ بص كل ما بتكلكع داتا ست هو كل حاجه بتنفع. يعني بص اللي احنا بنبرمج بنعمل ايه؟ فكر الاي اي مودلز والترند اللي رايح كله، انت وانت بتبرمج ممكن تعمل اسباكيت في البرمجه، لكن احنا بنضطر نلجا لايه؟ مديولاريتي. كل حاجه تعملها لوحدها علشان تبقى البرمجه اسهل. عارف احنا لو كتبنا فانكشن حطينا فيها كل الكعبه ده؟ لا ده انا عايز اعمل ايه؟ الفانكشن تدو سبيسيفيك تاسك، يعني تديها انبوت معين تعوض في الشغلانه وتطلع لي ايه؟ فنفس القصه. الداتا ست كده كده حتى لو فيها احنا هنفصلها ونخلي كل اي موديل يتدرب على حاجه معينه. تفهمني؟ وبعد كده في الكود اخد الصوره من كاميرا واحده واوزعها على المودلز. هو ده. انت كده محتاج بروسيسنج اكتر اللي هو اكتر من موديل يعني يعمل بروسيس. بص بص كده كده خلينا نتفق او نختلف ان الموديل طالما انت عملته اثناء التريننج بتبص زي ما هنشوفه وهنتعلم طبعا سابقين خطوتين فمفيش مشكله لان كل الناس عارفه الكلام ده. بس في الحقيقه انت المجهود اللي بيتبذل في الاول هو في التريننج. وانت بالترين اثناء الراننج بقى انت كده كده ما انت بتمشي فيسز مش كده؟ ودي حاجات شغاله انت عايز لو عايز تشغل كذا حاجه مع بعض فانت لازم تبعت وتبعت وتبعت. فده طبيعي انت كده كده في البرمجه العاديه بتاخد انبوت وتسقطه على كذا حاجه. ده بيحصل عادي في الطبيعي يعني. ما بيحصل عادي صح كده؟ طيب دي طبعا ايه؟ موديل بعض العربيات خلاص في عندنا اكتر دي ستيريو كذا. عشان تخرج ان شاء الله. يعني خلاص وهنا الجي بي اس مثلا في هنا اكتر العربيه اللي قدامك دي عليها اكتر من سنسور واكيد كل سنسور انت حاطه ليه؟ عشان يجيب لك انبوت معين تدخله على اي اي موديل يديك اكشن معين. يعتبر الاي اي موديل ده هو برنامج. ما اتفقنا ايه الفرق الاي اي موديل ده معناه ايه؟ برنامج خلاص. ما هو انت في الاخر هتعمل ترين الموديل للداتا سيت بقى برنامج يستقبل انبوت ويطلع ايه؟ او بس الفرق ان البرنامج ده مش بيبرمج بطريقه صريحه لكن بيبرمج بطريقه ليرن اللي احنا هنتكلم عنها في كذا محاضره بعد. تمام؟ بس في الاخر اعتبر اي 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 سيرفيس عباره عن ايه؟ الموديل ده عباره عن ايه؟ برنامج تدي له انبوت يطلع لك ايه؟ الاول ده ممكن يكون هي الحاجه دي كلب ولا قطه ولا هو الحاجه دي مثلا لو هي مساله كلاسيفيكيشن مثلا خد بالك؟ هل هي لو هي مساله مثلا بريدكشن ايه سعر الدولار بعد مثلا السنه بعد 10 سنين من دلوقتي؟ فدي اسمها ريجريشن بروبلم بس هنشوف الكلام ده عامل ازاي. طيب زي ما انت شايف العربيه اللي قدامك دي مش فيها اي اي موديل واحد بس ده فيها اكتر من ايه؟ عنده كاميرا بتاخد لقطه وتبدا تديها للاي اي موديل يبدا يديله قرارات يتحرك يمين يتحرك شمال يوقف ما يوقفش واخد بالك؟ ودايما افتكر كده لما جينا اتكلمنا على الايجنت قلنا ايه؟ عنده مجموعه من السنسورز مش كده؟ بياخد الايموت من الايه؟ الانفايرمنت وبعد كده يبدا يبص في البرنامج اللي هو اما مبني على الاف زد رولز او برنامج مبني على الليرننج من داتا سيت وفي الاخر بعوض واطلع عليه اكشن. ايه الحساب ده
ايه؟ ايه؟ مش هتسلمين عليها. طيب. يبقى عايز اسال سؤال بس كورين بس. لو انت عملت بروجكت معين. البروجكت ده ممكن يكون ويب بروجكت. ممكن يكون موبايل ابليكيشن. ممكن يكون امبيدد سيستم. ممكن يكون ايا كان. ممكن يكون مالتي ميديا جيم. ممكن يكون حاجه انتجريشن ما بين الهاردوير والسوفت هيصه كده. هل ينفع احط فيها اي اي سيرفيس؟ ينفع احط. والاي اي سيرفيس دي وقتها تبقى عباره عن ايه؟ هو برنامج. بس البرنامج ده انكتب بطريقه غير البرمجه العاديه. ان انا ببني على ان انا بنيته عشان عندي داتا سيت فالموديل يتعلم منها بقى في الاخر جاهز ان اديله اي انبوت يطلع ايه؟ ففي الاخر اي تطبيق اي تطبيق بدخل فيه اي سيرفيس كانها برنامج اديها انبوت يطلع ايه؟ بس البرنامج مش مكتوب بالطريقه التقليديه. الطريقه مش ما برمجش بالطريقه التقليديه، لكن برمج بيزد على داتا سيت كبيره كده. ايه تعريف الداتا سيت؟ زي ما قلت لك بيبقى ايه؟ شويه انبوت وايه؟ بس هيوج اماونت من الحاجه دي، دي اللي بعلم بيها الايه؟ الموديل بتاعي. طب ايه التايبس اوف ليرنينج؟ عايزين نعلم الماشين، في عندنا اكتر من طريقه بعلم بيها الايه؟ الماشين بتاعي. طيب بالظبط في عندنا حاجه اسمها سوبرفايز خلاص سوبرفايز او الاندكتيف ليرنينج سوبرفايز ليرنينج اللي هو انا بعلم الماشين مبنيه تحت ايه تحت اشراف يعني ايه اشراف يعني وانت بتعلم اتفقنا ان انا ده الكمبيوتر بتاعك او الماشين لسه ايه لو انت بتدي الداتا و الليبل او الاوت بتاعك خليك عارف بس بعض المصطلحات بنقول على ده ده الليبل بتاعك او ساعات بنقول عليه ايه؟ الاوت خلاص او ساعات لو هو ده بنقول عليه ده بس ممكن يكون ايه؟ كلاس ده الكلاس بتاعك والديتا دي اللي بنقول عليها ايه؟ ها؟ انبوت ده الانبوت الانبوت ديت او الديتا ديت ساعات بنسميها رو ديتا دي رو ديتا بنشتغل بيها دي اسمها الداتا العاديه اللي هي ايه؟ ايه الداتا العاديه دي؟ بجيبها منين؟ جامد كام؟ مش بالضروره كامل خد بالك انت بنسمي الداتا دي ساعات بنسميها الموداليتي حاجه اسمها ايه ها؟ اسمها الموداليتيز بتاعتك الداتا اللي بيشتغل عليها الموديل اللي هيتعرض ضرب عليها الموديل هديك مثال دلوقتي انت دلوقتي عارفين الكنكت كاميرا؟ اه عارفين الكنكت كاميرا دي؟ بتاعت ال بتاعت الاكس بوكس اللي هي اه كاميرا رفيعه كده فيتشرز خلاص اتطوروا عليها دي مهمه قوي على فكره اه ناحيه سيوم ده الاكس بوكس بالظبط خلاص هي كاميرا كده بس الكاميرا دي بقى ليها ميزه بتجمع داتا بشكل مختلف شويه يعني مثلا البتاع اللي قدامك دي بتجمع ار جي بي ايمجز بس 2 دي مش كده وتحطهم في سيكونس طب الكنكت كاميرا دي بقى بتجيب لك كام حاجه تجيب ايه بقى الار جي بي ايمج وتجيب حاجه اسمها ديبس ايمج كمان تقدر سكيلتون ايه دول ار جي بي ايمجز معروفه صح؟ الاندكس ايمجز انا واقف هنا كده صح؟ بص كده اللقطه دي جايباني انا كده لو انا عامل كده هل كل اجزاء من جسمي دلوقتي بنفس قوه الكاميرا؟ دي كده ايه؟ ده كده ده اسمه الدبس بعد قد ايه عن الكاميرا والجزء ده والباك جراوند فالدبس ايمجز دي بقدر بيها اعمل فصل للايه؟ للفور جراوند للفور اوبجكتس فور جراوند اوبجكتس عن مين؟ اللي ورا ده بدبس معين من الكاميرا صح؟ فمعروف ان ده الباك ايه؟ الباك بقدر افصل الاوبجكت ده اللي انا عايز اعمله ديتكشن بين الايه؟ طب ده مهم في ايه؟ مهم في ايه؟ مهم ان انت وانت جاي بتعمل ديتكشن انت يهمك الباك جراوند في حاجه؟ فانا اقدر اعمل ايه؟ فصل للباك جراوند عن الفور ايه؟ قفشت الراجل اشوف بقى بيعمل ايه؟ طب انت ليه بتعمل كده؟ ليه بتعمل كده؟ ليه في الداتا سيت بتاعتك؟ مش عايز اطلع من الموضوع في موضوع بسهوله كده. طيب تاني بس الموديل بتاعنا الموديل بتاعنا خلاص لو هو سوبرفايز لو انت عايز تعلم الايه الكمبيوتر بتاعك بطريقه سوبرفايز وانت بتسلمه الداتا بتاعتك حط الانبوت وكمان معاه مين؟ الليبل وكمان معاه الايه؟ الليبل او الاوتبوت بتاعك وابدا علمه على المثال وحله المثال وحله المثال وايه؟ المساله وايه؟ يا اسف لو انا هتكلم مثلا على ايه؟ قطه هديله صوره القطه وقول لي قطه صوره الكلب وقول لي كلب وقول له اتعلم بقى يعني الانبوت بالنسبه لك هنا فاتفقنا الانبوت هيكون ايه؟ ار جي بي ايمج او ديبس ايمج او السكريبت انت عامل ازاي؟ جوين
الجوينتس نفسها. يعني بص تلاقي ايه الجريد كاميرا، انت في عندك جوينتس هنا كده وهنا ده كده الايه، دي كده الايه السكيلتون نفسه اللي موجود بياخد الجوينتس بتاعت الايه بتاعت الانسان اللي بيشتغل، صح كده؟ طيب سؤال بقى مهم، هل دايما كل الديتا اللي انا بديها للموديل انه يتعلم منها مهمه؟ ولا مش بالضروره؟ بص كده على حسب، بص كده نفترض جدلا كده، انا بقول لك عشان تتعلم تاسك معينه اقرا ال 1000 كتاب، اقرا الكتاب اللي فيه 1000 صفحه ده وبعد كده ابدا ادخل الامتحان. هل تتوقع ليه افضل طريقه للتعليم انك تقرا ال 1000 صفحه دول وتخش الامتحان؟ انت اتعلمت بس اتلخبطت برضه في نفس الوقت، واخد بالك؟ لان الدنيا بقت سايحه قوي. فبنعمل ايه احنا؟ مش بناخد كل الداتا دي، نبدا نعملها فيتشر ريدكشن. انا مثلا اني جايب مجمع لكم ماتيريال معينه، يجي واحد زي عبد الله خلاص او واحده زي مروان، بس تيجي عامله ايه؟ تاني طلع لكم الزتونه. ايه الزتونه دي؟ هم الكلمتين اللي هي إيه؟ ملخص كده وعامل، واخد بالك؟ فانت هدفك ايه من كده؟ انك خدت اليابا ده عملت فيتشر وانت بتعلم الموديل. لو علمته بديتا كتير ملهاش لازمه الموديل هيبرجل. انت عن نفسك لو بتتعلم بالموديل داخل امتحان بال 1000 صفحه دول انت الموديل ببرجل اصلا، واخد بالك؟ وغصبا عنك مش عايز اي بني ادم، لو انت عايز تتعلم ال 1000 صفحه دول مش اي بني ادم يقدر يخش ال 1000 صفحه بيوم الامتحان، صح؟ الموديل لازم يكون ليه كومبليكست بشكل معين، لازم يكون ليه فهم بوضع معين. طب عشان نخلي الموديل يتعلم باقل ديتا باقل ريسورسز يعني هتعمل ايه؟ فيتشر ريدكشن، تاخد بس الحاجات اللي هي مهمه وبعدين الزتون دي تخش بقى من الامتحان. ده الموديل بتاعك مش عامل زي الفل، لو جات له اي مساله بقى هيعوض في الموديل وهيجيب لي ايه؟ الاوت. لان هو ركز على الحاجات المهمه قوي في الداتا اللي انت مديها، صح ولا لا؟ طيب اقصد ايه؟ اقصد ايه؟ عشان بس برضه الناس ما تتلخبطش. لو انت هنا عندك كل ده كده ايه؟ ده المرجع مثلا هو في 1000 صفحه بتوع انك تتعلم الاي اي، عايز تعرف ده ايه اي، مش كل دول مهمين، ممكن خمسه دول بس المهمين. بعمل حاجه اسمها ايه؟ دايمنشنال ريدكشن او فيتشر ايه؟ عشان خاطر هدفك ايه بقى؟ انك تخلي الموديل يتعلم من الحاجه المهمه، زي محمد قال لكم كده خلاص، ان احنا بنعمل ايه؟ اسقاط على الفيتشرز المهمه. قللنا عدد العواميد. خلاص نقلل ايه؟ عدد الاعمده دي. الفيتشرز. طب بتقلل ليه؟ عشان الموديل ما عشان الموديل اصلا كل ما بكبر فيه عدد الفيتشرز اللي هو بيبص عليها، الموديل ده لازم يكون الكومبليكست بتاعته عالي عشان يقدر يتعلم الريليشن دي. طب انا لو عديته على محل ليه بروسيسنج، ان انا عملت فيتشر ريدكشن قللت عدد الايه؟ الفيتشرز اللي هو بيتعلم ايه؟ بيتعلم عليها، اكيد هيتعلم اسرع. وايه معنى ان اخلي الموديل بتاعي يتعلم ان من حاجتين الطول والعرض والمساحه؟ لما ممكن يشيل اصلا الطول، لان المساحه ممكن اجيب منها الايه؟ طالما عندي العرض اعرف اجيب الايه؟ فبنقدر نعمل في حاجه بندرس حاجه اسمها الديبندنسي ما بين الفيتشرز دي. يعني ايه ديبندنسي؟ يعني لو في فيتشر تيجي من حاجات ثانيه شيل طول يا عم، ده كفايه. لو في معلومه تيجي بمعلومات، طبعا في الجوريزمات كتيره موجوده بتعمل معلش او في هنا حاجه بس عايز ناس تبص عليها، عايز ناس تقول لي على ده تشوف حاجه اسمها ويك. مش فاكر ايه ولا فين، في حاجه اسمها ويكا. الويكا ديت عباره عن ماشين ليرنينج تول بوكس بتعمل لك بروسيسنج زي الفل، تدي له الداتا وتقول له بعد اذنك اعمل لي فيتشر ريدكشن بالطريقه الفلانيه، تك تطلعه، واخد بالك؟ فهي الويكا دي عباره عن ديسك توب، معرفش في منها اونلاين فيرجن ولا لا. فكنت انا نازلها زمان من كام سنه، من كتير صراحه، اكيد الدنيا اتغيرت، الدنيا اتنقلت. كنت تديها للداتا سيت وتقول له كده ايه بعد اذنك، شفتوا علم الداتا ساينس اللي انتوا خدتوه مع محمد؟ ويرسم وفيجواليز وبتاع، هي بيخلص لك الليله كلها في طلعه. في مواقع بتعمل بيه بروسيسنج ودوكيومنتيشن وتريننج كل حاجه، بروسيسنج وكل حاجه مع بعض. اه بالظبط، بس في الحقيقه ده بيديك سنه كنترول، انك تقول اعمل لي بالطريقه دي، شغلني دي، ما اعرفش الواقع ده فيه ولا لا. في بيعمل كل حاجه، اسمه ايه؟ فكرني بس. روبو فلو. وايه كمان؟ في واحد كمان انا فاكر بس مش جاي على دماغي. ده كان قالوا لي عليه. هو في مهمه احنا انوتيشن كل حاجه. ها؟ في 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 اذا موضوع التريننج هل مهم؟ هل مهم؟ ما هو اتفقنا الموديل بيتعلم على اكسبيرينس يعني على الداتا سيت، صح؟ لو الداتا سيت ديت مش متظبطه هل الموديل هيتعلم كويس؟ انت كده يعني، بس الناس دي هاكدها على الناس. لو
والناس تقول لي اه ولا لا في شغل الماشين ليرنينج. هل وانت بتعلم الموديل بتعلمه على داتا سيت صح؟ الداتا سيت ديت انبوت واوت فور اكزامبل وانت شغال سوبرفايز ليرنينج. لو الداتا سيت دي مش متظبطه مش كلين فيها مشاكل فيها اوت لايرز هل ينفع تضرب بيها الموديل؟ انت عن نفسك لو عندك داتا متقطعه ومش بايظه هتعرف تشتغل عليها؟ تعمل ايه؟ تظبطها. لو في حاجه ناقصه تلاقيها. لو الدنيا زحمه تقللها. تظبط قبل ما تتعلم صح ولا لا؟ طيب النوع الثاني من الليرنينج حاجه اسمها انسوبرفايزد ليرنينج. يعني ايه انسوبرفايزد ليرنينج؟ انسوبرفايزد ليرنينج يعني ايه؟ وانت بتعلم الموديل بتديله بس الانبوت. مش ليه؟ طب ده معناه ايه؟ اللي فاتت كانت مقبوله شويه اللي هو ايه؟ بديله الانبوت بديله الصوره واقول له ده كلب بديله الصوره واقول له دي قطه مقبوله دي. طب يعني ايه اديله انبوت من غير اوت وعايزه يعمل ايه اصلا؟ عايز يتعلم ايه؟ نجمع كل شويه بيكتشرز مع بعضها يقول لك ده لوز مع بعض دي اسمها انسوبرفايزد ليرنينج. انا عايزه اديله الداتا بتاعتي دي ودور الموديل ان يبص على الداتا ويشوف ايه الكومون فيكشنز اللي على اساسها هيجروب الداتا دي. في حاجه اسمها كلاسترنج. حاجه اسمها ايه؟ كلاسترنج. يعني ايه؟ طبعا كلنا لينا فيسبوك اكونت صح كده؟ وكلنا حاطين في البروفايل بتاعنا ان احنا ايه؟ من اسمك وانك تبع المعهد العالي للتكنولوجيا وانك المستوى الرابع وانك كمبيوتر ساينس صح كده؟ هل دي كومن فيتشرز؟ بينكم؟ على اساسها بينكم؟ ايوه. ولما يجي واحد داخل جديد يعمل له ريكومنديشن ادخل على الجروب ده هو انت عارف فلان؟ على اساس ايه يا ابني؟ ان لقى في نفس الكومن فيتشرز. يعني لقى عندك لو ايه انت كمبيوتر ساينس هو كمبيوتر ساينس. انت ايه؟ الديستنس ما بينكم قريبه قوي ما بين الفيتشرز اللي موجوده عندك واللي عندهم الديستنس زيرو ما بينها. يعني زيرو هم الاثنين تقريبا ينفع يدخلوا في جروب واحد. طب دي ميزتها في ايه؟ ايه الابلكيشن بتاع حاجه ليه بتجمع الناس في جروبس كده؟ علشان منها طبعا فيسبوك طول الوقت عايز يجمع ناس في جروبس. ليه؟ ماركتنج بقى تسويق خلاص. انت مثلا يعرف ايه لو عبد الله ده طلب جهاز او طلب حاجات لها علاقه بالايه الكتريك كومبوننت دي جايه لك كل الناس نفس لانه عارف ان دول موجودين في كوم جروب وتلاقيهم نفس الكومن انترست صح كده ولا لا؟ يبقى نفس اللعبه بيحب يقولوا نفس الحوار صح ولا لا؟ وطبعا هو الحافز دايما اللي عامله الفيسبوك او غيره اللي يعمل جروبس جروب مثلا الاي سيلت اللي معايا دي جروب مثلا اللي مش عارف ليه بقى؟ لان بما ان فلان طلب كذا هو في نفس الجروب يبقى كل الناس عايزه يقول زودنا تسويق ولا زودناش تسويق؟ يبقى اقسم الناس جروبس بيزد على طب انت هنا بتقعد وانت بتدرب الموديل بتدي ايه وتقعد؟ لا انا بدي انبوت بس بدي بيانات كل شخص بس والموديل دوره نفسه انه بيزد على هذه البيانات يصنف الناس لجروبس. اقول مثلا بعد اذنك وانت بتشتغل صنف الناس لخمسه خمسه جروبس خمسه كلاسترز فيبدا ايه؟ قايل لك دي الفيتشر بتاع الكلاستر الاول الثاني الثالث الرابع الخامس. طب انت بما انك قسمت الناس ها يبقى كده ايه؟ شغالها بقى في التسويق شغالها في اي شغلانه صح كده؟ طيب وانا بتكلم معلش هنا ما بتكلمش على نقطه مهمه السوبرفايزد ليرنينج شغال تريننج و تريننج داتا وديزايرد اوتبوت او الايه؟ او الليبل. طيب الليبل ده خد بالك من النقطه لو انت بتدخل ليبل لو الليبل ده عباره عن قيمه ديسكريت او قيمه فلوتنج بوينت. يعني ايه قيمه ديسكريت؟ لو الاول بتاعك ديسكريت يعني ايه؟ يعني لو قلت كلب قطه دوج ام دوج كات 0 1 2 3 دي قيمه ديسكريت ولا ايه؟ ديسكريت. لو هي قيمه ديسكريت فالمساله بتاعتك مساله كلاسيفيكيشن مساله ايه؟ كلاسيفيكيشن دوله واللي ساعات بنقول عليها دوله مساله ايه؟ ريكوجنيشن. خلاص يعني ايه كلاسيفيكيشن؟ يعني لما تقول مثلا عبد الله هاني قيم لو الليبل بتاعك ديسكريت وانت بتعلم دي معناها ايه؟ مساله كلاسيفيكيشن. طب لو انت مثلا سبام مش سبام في مشكله ولا مفيش؟ واخد بالك؟ عندي مثلا ثلاث انواع مثلا من البريد هيومر كل واحد فيهم مستوى امتياز الراجل ده بالدرجات دي جاب امتياز مقبول الكاس دي كلها ايه؟ قيم ديسكريت. طب لكن لو القيم مثلا 2.3 7 و9 بس انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول لك المساله بتاعت ماشين ليرنينج اديك اي معطيات لا لا تعرفين ازاي نعمل سقف؟ هنبقى بنعوز شويه حاجات مع بعض كميه من الايه؟ من الحديد وكميه من الزلط وكميه من الاسمنت وعايز احوص كم متر رمل ده المساله بتاعتي عايز 4 متر ونص رمل
فدي مساله 4 متر ونص رمل دي ده الاوت بتاعك انت عايز تستنتجه. فدي كده خيار ديسكريت ولا فلوتنج بوينت؟ فلوتنج بوينت دي اسمها ريجريشن بروبلم. اسمها ايه؟ ريجريشن بروبلم. عرفت الفرق بين مساله الكلاسيفيكيشن والريجريشن؟ طيب ايه بقى السيمي سوبرفايزد ليرنينج؟ خليط. ودي بصراحه واحد صاحبي في سنغافوره شغالين قتل في الحته دي دلوقتي. والجزء اللي تحت رينفورسمنت ليرنينج الاثنين. هقول بس ايه الفرق؟ السيمي سوبرفايزد ليرنينج وانا بعلم الموديل في جزء في جزء ليه ليبل من الداتا وجزء تاني ملوش ايه؟ ملوش ليبل. واحنا دورنا هنا ان احنا ايه؟ خلينا نفرق ايه من التريننج داتا وافيو ديزايرد ايه؟ طب امتى بيحصل معانا الكيس ده؟ ان الداتا ست يكون جزء منها ليه ليبل وجزء تاني ملوش ايه؟ بيحصل ان وهو واحنا بنجمع الداتا ديت الداتا الجايه ملهاش ايه؟ ملهاش ليبل اصلا، يعني في داتا بنجمع عليها ليبل وداتا تانيه من ايه؟ ملهاش ليبل. وانا عايز اضرب الموديل بتاعي واخد بالك؟ وانا عايز اضرب الايه؟ الموديل بتاعي خلاص؟ وانا عايز اضرب الموديل بتاعي على جزء الداتا ترين ده داتا ليبل وداتا ايه؟ وداتا مش ليبل واخد بالك؟ وطبعا ده كيس وده تحدي ازاي الموديل خلاص يقدر يتعلم على داتا مش ليبل على الرغم ان المساله محتاجه ليبل. هعملها ازاي دي؟ دي هنشوفها ان شاء الله. طيب الريينفورسمنت ليرنينج بقى يعني ايه الريينفورسمنت ليرنينج؟ تعلم بالتجربه. وانت بتعلم بيزد على انك بتدي ريورد بتدي مكافاه معينه. يعني ايه؟ زي مثلا بص كده الاوبجكت بتاعي ان انا اشوط الكوره الروبوت بتاعي لو عندي روبوت مثلا يشوط الكوره يجيبها في الهدف. فجاء اول ما شاطها كده جول هنا واللي هو شاط فين؟ بعيده قد ايه عن الهدف؟ كتير بعيده كتير صح؟ بديله نيجاتيف سكور. فالتريننج مبني ان انا بدي سكور طول ما انا ماشي من ايه؟ فانت كده مثلا اديت مثلا ماينس 30 ماينس 90 لان معناها انك بعيد عن الهدف. فده معناه ان يعرف ان ايه؟ الموديل اللي هو كده مش متعلم بصمته. زي بالظبط انا جيت عملت لك امتحان يا ابني فايه؟ انت المفروض تاخد صفر. فانا اديتك ماينس 40 مش صفر. دي معناها ايه؟ انك لسه ما وصلتش لمستوى الصفر اصلا. لسه بعيد خالص يعني واخد بالك؟ فكل ما ندي بوزيتيف ريورد بوزيتيف ريورد معناها ايه؟ ان انت رايح بشكل مظبوط لايه؟ فاللي جابني ان انا بدي مكافئات سواء بالموجب او بالايه؟ او بالسلب. طيب معانا بقى كده ايه؟ اول طريقه احنا قلنا سوبرفايزد ايه؟ السوبرفايزد ليرنينج طريقه الريجريشن دي سوبرفايزد ولا سوبرفايزد؟ انا بدي الايه؟ وبدي الايه؟ وبدي الاوت خلاص بدي الداتا بتاعتي وبدي الايه؟ بس زي ما قلت لك بقى الكونتريبيوشن لما نيجي نطلع شغل يعني انا هكلمك على مستوى الطالب وعلى مستوى احنا بنعمل هنا بنيجي نعمل في الريسيرش. خد بالك بقى هسالك سؤال وتقول لي معلومه مهمه. هو الداتا بتاعتك دي بتاثر على التدريب بتاع الموديل؟ لو انت الداتا بتاعتك فيها مشاكل هتاثر على الموديل ولا مش هتاثر؟ جزء من الكونتريبيوشن في المساله بتاعتك انك تحاول تخلي الداتا دي في ابهى صوره في احسن صوره تعمل لها بريبروسيسنج بشكل او بايه؟ او باخر واخد بالك؟ لحد ما توصلها لافضل ايه؟ لافضل شكل ممكن ادرب بيه الايه؟ الموديل. السؤال الثاني الموديل بتاعك اللي موجود ده الموديل اللي موجود هل في طريقه واحده دي ولا ممكن احط زي ما كان في سيرشنج تكنيكس مثلا الانفورمد سيرش والان انفورمد ايه؟ كان في اكتر من الجوريزم انفورمد واكتر من الجوريزم ايه؟ ان انفورمد. برضه الماشين ليرننج المودلز ديت نفس التاسك ممكن تتعامل باكتر من ماشين ليرننج نفس الايه؟ سواء كانت التاسك بتاع الكلاسيفيكيشن او ايه؟ ممكن يعملها باكتر من ايه؟ من ماشين ليرننج مودل. يا اما انت بتستخدم ماشين ليرننج تكنيك تقليدي وموجود ومتعارف عليه فطبعا ده شغلك انت كجراديويشن مش مشكله. لكن انا بالنسبه لي ما ينفعش استخدم الحاجات المعروفه. ممكن اعمل انا انوفيت وانا برضه بطور في الماشين ليرننج موديل ده بطريقه تدي له قيمه او تخليه ما كانش شايف حاجه خليه يشوفها. واخد بالك يتعلم اكتر من مين؟ وده يسمع في النتائج مش انت في الاخر انت بتعدل في الموديل ليه؟ والاركتكشر بتاعه اللي بتعدل في شكل الموديل. علشان توصل لاعلى ايه؟ لو انا عدلت في الموديل ده كلمه تعديلات في الموديل كترتيب كاركتكشر معين ده معناه ان هو هيتعلم بطريقه معينه. طب انت لو غيرت الاركتكشر هيتعلم بطريقه ثانيه. طب لو شلت حاجه وحطيت حاجه طب برضه انت مش هتبيت برضه اللي هو ايه؟ شيل اي حاجه وحط اي حاجه وربنا يسهل. مفيش حاجه اسمها كده. عايزين لا دايما وانت بتعدي تعمل التعديل لازم يكون وراها ايه؟ لوجيكال سينكينج. لازم يكون فيه برضه فكر انت بتعمل كده ليه؟ وده ما بيجيش الا لما تكون انت اوين من حاجات كتيره جدا في ايه؟ في شغل الماشين ليرننج الكلام ده. طيب المساله اللي قدامك
عايز اسالك انت بقى. انت والراجل اللي جنبك المساله اللي قدامك دي خلاص دي مساله سوبرفايز ايه ليرنينج. قلنا اخترنا سوبرفايز عطينا الاستيكيشن عطينا ايه ريجريشن. قلنا ريجريشن بما انك سوبرفايز عندك الاكس وبكل داتا سيت عندك اكس وايه الانبوت والاول بتاعه الانبوت والاول بتاعه اللي انت شايفه قدامك ده. هل ده فين هنا الموديل؟ الموديل فين؟ الانبوت فين والاوت فين؟ الانبوت هي ايه؟ ها؟ دي الانبوت دي السنه ده اللي هو السنه بتاعتك والاوت هنا هو مين؟ مش عارف ايه؟ خلاص؟ هي مش عارف ده انت عايز دي كده فين اكس السنه وما يقابلها من ايه؟ هل دي طالع جايبالك سبعه وكام دي هنا؟ النقطه دي جايبالك كام؟ يا دكتور الاوت هو الاوت هو ايه ما سمعتش؟ انت عندك النقط دي كلها هي بس ان انت بتدخل له كل عيش وداتا وهو بيطلع ارجك تقول تاني او انا عايز كده. النقط الزرقاء دي النقط الزرقاء اللي انت شايفها قدامك دي دي الداتا سيت. دي الداتا ايه؟ الداتا سيت. انا الداتا سيت قلنا سوبرفايز ولا ان سوبرفايز؟ سوبرفايز معلش يعني عندي الانبوت الليبل وعندي الايه؟ الاوت هنا سكريبت ولا كونتينوس ولا فلوتنج بوينت؟ لا لا بص كده شوف لي دي اكس دي السنه ايه؟ تعالى كده قيمه كمان سلو سبعه وكام؟ سبعه وشويه. يبقى الانبوت دي تعديه والاوت فلوتنج بوينت دي مساله ايه؟ ريجريشن. طب انت عايز تعمل موديل ايه تعريف الموديل بقى؟ انا اخترت مثلا الموديل ده اللي على اساسه يتعلم طبيعه الداتا دي عشان لو جات له قيمه في 2020 كده فين؟ في 2020 يعرف بقى هو الاكسبكتد اوتبوت ده يا دور الموديل ان هو ايه؟ ولا مبني ولا مبني يقدر يبريدكت بعد كده. طيب انا عندي داتا ست ببني عليها موديل. الموديل ده شايف الاحمر ده؟ شايف الاخضر ده؟ دي كلها عباره عن مجموعه من المودلز المختلفه اللي هتتعلم. مين خد كيرف فيتنج قبل كده؟ كيرف فيتنج خدناه في الرياضه. ايه الكيرف فيتنج ده؟ بشوف ها انسب افضل كيرف يقدر يعدي الايه؟ طب يعني ايه افضل كيرف؟ البعد ما بين النقاط اللي هو هيديك مينيمم ايرور. مينيمم ايه؟ معلش عايزك تبص معايا على دي كده. بص على دي كده. انا عندي هنا ده كده سيب دي اكس ودي واي. النقطه الاولى حد بس معلش مثال صغير كده دي الداتا سيت بتاعتي. لما كانت دي مثلا بالاكس 2 كان الواي مثلا 1 3 من 10. لما كانت بثلاثه كانت 2 و4 من 10. لما كانت باربعه كانت 5 و6 من 10. بس كده. يعني 5 7 من 10. دي ترسم معايا ها؟ دي 2 3 4 5. لما اديتني كانت كام؟ دي النقطه دي كام ديت؟ وديت 2 و4 واللي بعديها واللي بعديها خلاص. انا كده دي اكس ودي واي. الاول هنا ديسكيت ولا فلوتنج بوينت. طب هدفك ايه بقى؟ هدفك ايه؟ انك تقدر خد بالك معايا تقدر تعمل موديل. الموديل ده ممكن يكون لاين زي ما انت شايف كده ممكن يكون اي كيرف نون لينير. وخد بالك انت دورك ايه في الماشين ليرنينج؟ انك تقدر تعمل حاجه تفهم العلاقه ما بين الانبوت والايه؟ كانك بتعمل كيرف تاني. كانك بتعمل ايه؟ يعني عايز اعمل موديل او لاين او كيرف يمر بالديتا يفهم طبيعتها عشان لو جات ولو رسمت الخط لو جات اي قيمه يعني بص كده خلينا اخترت اللاين ده خلاص. ليز اللاين ده ايه؟ هات لي بقى اي قيمه اكس تعرف تعوض في ايه؟ اقدر ابريدكت دي بكام على طول صح؟ اقدر اقدر تعمل فالمشين ليرنينج انك بتقدر دي مش برمجه صريحه انك بتعمل ايه؟ بتجيب افضل كيرف او افضل ايه؟ افضل موديل بيقدر يفهم طبيعه الداتا. يعني يقدر يفهم طبيعه الداتا؟ يعني يعرف ازاي الانبوت مبني مين؟ مبني الاوتبوت. يعني اسالك سؤال مش احنا ينفع نعمل كده؟ ده برضه صح؟ ونقدر نعمل خط تاني مش عارف كده وكده وكده دي كلها مئات الالاف من المودلز. بس في منها كويس في منها ايه؟ اختار انا واحد اختار انا واحد ده مهم؟ بص يا سيدي المساله بتاعتنا اللي قدامك دي مين الافضل؟ الكيرف الازرق الازرق ولا الايه الخط الاحمر ده؟ الاحمر. عايز انقل بقى حاجتين عايز انقل حاجتين. خلينا نتكلم على ان انا خلاص قررت ان انا استخدم لينير ريجريشن. يعني ايه لينير ريجريشن؟
انا ده لينير الخط ده لينير ولا نون لينير؟ لا لا ده خط احمر الاحمر لينير ده لو خط مش كده؟ طب انت اسالك سؤال الخط الاحمر ده هو ده الخط الوحيد اللي ينفع ولا ممكن احط خطوط ثانيه كتير؟ طب مين انسب واحد فيه؟ بص بقى الاول الخط الاحمر ده لينير ولا نون لينير؟ انت بتختار حاجه معينه سي ان انت الداتا بتاعتك عايز تمرر بيها لاين معين واضح ان فيه اكتر من لاين مين عارف معاك الخط المستقيم؟ واي بتساوي اي اكس دي معادله خط مستقيم صح؟ اي خط مستقيم طيب اي خط مستقيم بيتوصل بالحاجه دي مين المعلوم بالنسبه لنا في المساله دي؟ الواي ده معلوم الاكس ده معلوم طب مين اللي مش معلوم منك مش عارف الخط هو ايه بالظبط؟ هو دول اللي انا عايز اعمل لهم ليرنينج هم دول اللي انا عايز اعمل لهم ايه؟ عايز تلين البارامترز عايز تلين الايه؟ لان لما بتلين تجيب لما يعني ايه دول انت عايز تتعلمهم؟ لان في الحقيقه ده الخط ده ممكن يبقى الخط ده وايه فرق بين الخطين؟ المين نقطه التقاطع مع المحور الايه؟ ما هو ده المين صح؟ ودي نقطه التقاطع مع المحور الايه؟ فاختلاف خط من خط هيختلف على ايه؟ المين والتقاطع مع المحور الايه؟ الصالات بتاعك صح ولا لا؟ طب اختار بقى الخط ده ولا الخط ده؟ بص معايا تفهم الحتة البسيطة دي بعد إذنك؟ بص كده معايا افترض أنا خدت الخط ده خلاص ماشي؟ هل الخط ده هو أفضل مابنج أفضل مابنج للإنبوت لعلاقة الإنبوت مع الأوت؟ أشوف بقى ما أعرفش فبتعمل إيه؟ بص كده النقطة دي بقى خلاص؟ دي كده تديك الواي ديزاير اللي هي بتسجلها في الداتا بيس وده الموديل اللي انت عملته خلاص فعلا برضه هنا الواي استيميتد طلعت من نفس الموضوع الحته دي عندها ايرور بس فعلا حاولت تديك الحته دي ما فيهاش ايرور الايرور واحد هنا عباره عن ايه؟ الواي ديزاير دي واحد بس الواي ايه؟ الواي استيميتد واحد النقطه الثانيه ده ايه ده؟ الواي ديزاير دي كام؟ ولما تيجي تعوض في الخط ده كده عباره عن ايه؟ ها؟ في ايرور ولا مفيش؟ ده كده الايرور اثنين اللي هو عباره عن ايه؟ واي ديزاير اثنين ناقص واي استيميتد كام؟ النقطة اللي بعديها فين ده ايه؟ واي ديزاير ثلاثة وتعويضها على الخط ايه؟ دي كده واي استيميتد ثلاثة في ايرور ولا مفيش؟ ولا مفيش ايرور؟ ده كده الايرور ثلاثة اللي هو عباره عن واي ديزاير ثلاثة ناقص واي استيميتد ثلاثة وهكذا دلوقتي انت هل المين لو اتحرك كده لو الخط اتحرك هل الايرور ده هيختلف؟ يعني لو الخط بقى كده اكيد الايرور هيختلف صح ولا لا؟ طب ده الاستيميشن ده الموديل بتاعك اللي انت قررته يعمل لك مابنج ما بين الايرور ايه؟ هدفك ايه بقى؟ طبعا ده ايرور وايرور وايرور انت بتجيب مجموع ايرورز تعمل لها سبشن بس في الحقيقه لو انت عملتها كده جزء ممكن يطلع بوزيتيف ممكن جزء يطلع ايه؟ فايه اللي هيحصل؟ ممكن ايرور ده ايرور ده ده يبوظ لك المساله عشان كده بتحصل حاجه اسمها مين سكوير مين سكوير ايرور يعني بتاخد ايرور وتيه ها لو ربحت ايرور ده معناه ايه؟ التربيع كده معناه ايه؟ كل ايرور حتى لو سالب ها سوري هو سكوير ايرور لسه ما كملتش يعني ايه سكوير ايرور؟ هو بس ايه هدف انها تعمل سكوير؟ ها؟ طب ضيعتها ليه؟ علشان ما فيش كده موزه بتاعتها خلاص؟ طب ده اسمه مين سكوير ده كده سكوير. طب قلنا دلوقتي السبمشن، السبمشن ده انا اجمع دول. خلاص فدي اسمها ايه؟ تجمع ده وده وده وعدد الايرورز دول كام دلوقتي كام؟ ثلاثة أو أربعة تقسمهم على ايه؟ يبقى تجمع ايرور واحد زائد ايرور كام؟ زائد ايرور كام؟ بس طبعا ايه؟ أنت بتاخد إيه؟ سوري ده حاجة من اتنين يا تعمل سكوير يا مين أبسولوت ايرور. والاثنين بيظبطوا حتة السالب. المين معناه انك هتقسم على عددهم اللي هو كام هنا بالنسبه لك؟ طب هو الابسولوت يحل هنا مش جاهز برضه؟ هيحلها في ايه؟ هشيل السالب طب انت بتشيل السالب ليه؟ عشان مفيش كده بص ده ضيع كام هنا كده وبوظ لك الموديل عرفنا ان في مشكله اصلا صح ولا لا؟ طيب زي ما انت شايف كده هسال بقى كده سؤال بعد اذنك المساله اللي قدامك دي مساله ريجريشن ولا كلاسيفيكيشن؟ عرفت ازاي؟ في كام فلوتنج لحاجتين اولا هي سوبر فايز سوبر فايز ثانيا هي ايه؟
الاول بالنسبه لك هو فلوتنج ايه؟ السؤال بقى الاهم، هل هنا في موديل واحد الموديل بالنسبه لك هو الخط الاحمر ده او الكيرف اللي قدامك ده؟ هل في موديل واحد ممكن يتعلم طبيعه الداتا دي ولا في اكتر من موديل؟ اكتر من موديل. في اكتر من موديل. لو كلمت ان انا شغال لينير، هل في خط واحد ولا اكتر من خط؟ اكتر من خط. انت اصلا في اللينير بتبدا بخط باي خط باي منظر. طب وبعدين انا هتعلم ايه بالظبط؟ حط اي خط في الاول. حط ايه؟ اي خط. يعني بحط اي خط؟ يعني اي خط في اي قيمه ايه واي قيمه ايه؟ وبعد كده اشوف ايه احسن قيمه الايرور. واشوف الايرور ده كبير ولا لا؟ بعد كده بتيجي ايه؟ لو لقيت الايرور كبير هتبقى غير قيمه ايه وقيمه بي. فيحصل ايه؟ الكابولا. واحسب الايرور تاني وغير ايه وبي. ده اللي انا كده مجرد ما اتعلم بلد البارامتر بتاع مين؟ بتبدا ترين الموديل، هتبدا اغير في الشكل في الاي والبي لحد ما اوصل لافضل ايه؟ افضل موديل يجيب اقل قيمه ايه؟ ايرور. المساله دي مساله اوبتمايزيشن. مساله ايه؟ يعني اوبتمايزيشن بروبلم؟ انك عايز تجيب افضل موديل بافضل قيم للويتس بتاعته اللي هو ايه وايه؟ ايه وبي. ده اللي انت بتتعلمه من الموديل. لان في الحقيقه لو انت خلاص قررت ان الواي تساوي 2 اللي اكس تساوي 2 وده بيساوي 3، يعني الموديل بتاعك بقى بيساوي 2 في الاكس زائد 3. كلمه انك تتعلم الموديل يعني تعالى الموديل معايا انك تجيب قيم من مين؟ انسب قيم للبارامترز بتاعه الموديل بتاعك اللي هو مين؟ هو مين النون؟ مين الجيفن؟ الام موديل ايه؟ مين الانون؟ هحط الخط ازاي؟ الموديل اللي هيجيب لك طبيعه انتقال الام موديل اوت هيبقى عامل ازاي؟ فمين اللي بيحكم الموضوع ده؟ الايه والايه؟ دورك في الليرنينج انك تختار اي حاجه راندم في الاول وتحسب الايه؟ الايرور. انت عايز توصل ايرور مثلا 1 من 1000، طول ما هو مش 1 من 1000 اتحرك حرك حرك لحد ما ايه؟ بجيب الايرور بالقدر المقبول. ثبت خلاص على قيمه ايه وقيمه بي؟ الموديل بقى جاهز عندك. طب معنى ايه الموديل بقى جاهز؟ اديله اي قيمه الاكس بعد كده يقدر يبريدكت في المعادله. اديني مثلا اكس مثلا تبقى 10، يبقى 10 في كام؟ زائد كام؟ بدل ما اعمل بريدكشن خلاص. وصل الفكره ولا ما وصلتش؟ يعني ايه ليرنينج هنا؟ يعني تعريف المشين ليرنينج؟ اولا دي برمجه عاديه. انا بعلم موديل بس بطريقه غير البرمجه التراديشن. انا عايز اعلم موديل ان هو يفت في الداتا دي، يجيب انسب نماذج من الايه موديل ايه؟ باقل ايرور ممكن، صح ولا لا؟ دي بالنسبه لنا احنا عايزين نرفع البرفورمانس ايه؟ ميجر. فاديله اي قيمه بدائيه في الاول، قيمه الايه وقيمه البي. انا اخترت ايه؟ لينير موديل. يعني لينير موديل ابسط حاجه خالص مش كده؟ بس ممكن نجيب نال لينير موديل. طب انا اختاره على اساس ايه؟ في الحقيقه طبيعه الداتا بتحكم عليك، طبيعه الداتا بتحكم عليك، واخد بالك؟ هل اللينير ده شك؟ بس انا مبدئيا كده لو انت عندك داتا هل تجرب فيها اصعب حاجه ولا تبدا بالسهل جايز يظبط؟ ولا تروح يا ابني واحد واحد انا والله ما بعرفش اشتغل في الحاجات السهله، لازم اكلكع على الموديل. ده اصلا جزء من تقييم الناس للبحث بتاعي اللي بطلعه هو الموديل ده قد ايه بسيط وقد ايه بيحل المساله. طب انت صعبت والله التصعيب اللي انت عملته ده مش على حجم المساله. طب ما يا ابني لو استخدمت ده بيخلص، ليه رحت للتاني اصلا؟ انت فاهم القصه مش ازاي؟ المساله اللي قدامك دي بقى مساله ايه دلوقتي؟ دي مساله ايه؟ ايه الفرق من اللي فاتت؟ يعني بص انا هنا عايز ده عايزين بيست على التيومر سايز خلاص؟ عايز اعرف اذا كان الراجل ده عنده مشكله ولا ما عندوش؟ عايز اعرف عنده مشكله ولا ايه؟ عنده يعني واحد وما عندوش يعني كام؟ يعني زي. طيب في الحقيقه مساله الكلاسيفيكيشن معناها ايه؟ ان عايز احط حد فاصل ما بين كلاس 0 وكلاس ايه؟ يعني دور الكلاسيفيكيشن معناها ايه؟ انك تبدا تحط يعني مثلا لو انت عندك ده الشكل ده لحد مثال كده صغير مين عارف يا شباب ان قد كده بتشتغل ازاي؟ قد كده واحد واحد يعني هو ده صفر وواحد وده صفر صفر وصفر لو يعني صفر وصفر صفر واحد وصفر صفر وديت دي بس ده كلاس زيرو وده كلاس ايه؟ هل اقدر احط لاين سيبريشن كده؟ بس انا كده كلاسيفيكيشن ببساطه معناها كده هل اقدر احط باوندري كده؟ باوندري ما بين كلاس زيرو وكلاس الاند جيت شغاله ايه؟ هي بتطلع صفر؟ في حاجه ثانيه؟ فبالتالي لو قدرت احط باوندري كده لاين باوندري سواء لينير او نون لينير يفصل ما بين كلاس وكلاس كده المساله اتحلت. هو دي برمجه ترانزيشن؟
عايز احط لاين وانت ده كل الثانيه بنقول ايه اف كذا والس كذا صح ولا لا؟ لكن دي عكس ان انا عايز اعمل موديل يقدر يفصل برضه هو خط عملت خط يعني ايه عايز تعمل موديل البين وايه وهيقطع الدين واحد صح عايز اديله دي البرامتر اللي انا عايز اتعلمها ده وده. طيب لو حرس بقى معلش عايز اقول بصراحه كده بس الف لاند جيت اقدر اعملها لها لاين سيبريشن يعني خط واحد اقدر افصل كلاس 0 عند كلاس 1 ولا ما ينفعش؟ زي ما انت شفت كده كانت عامله ازاي؟ كان ده صفر وكان ده صفر وكان ده صفر وهنا كان واحد صح؟ فممكن خط واحد يجي يفصل كلاس 0 عند كلاس ايه؟ ده كده اسمه كلاس ايه ده؟ ها؟ كلاس 0 وده كلاس ايه؟ 1. طب مين يرسم معايا الاكس اور؟ الاكس اور حد يعرف الاكس اور؟ الاكس اور كان بيطلع واحد امتى؟ حد الاختلاف اديني واحد انت شبه اديني كام؟ يعني في الحقيقه ده هيبقى صفر دي صفر زيرو زيرو صح؟ وهنا دي واحد وايه؟ دي هتديني صفر برضه واحد وصفر بيديني واحد واحد مظبوط كده؟ هقدر ده كده بالنسبه لك كلاس ايه؟ ده كلاس واحد وده كلاس زيرو هل تقدر تجيب لاين سيبريشن يفصل لك كلاس واحد كلاس واحد؟ اشمعنى ده؟ داخلين مع بعض واضح طبيعه المساله هنا مختلفه في الحقيقه برضه عشان اوريك كان في الاند جيت كان الواي بتساوي ايه اند مع بي صح؟ تو ايه بوتس تحت لكن الاكس اور بنقول واي بتساوي ايه اكس اور بي دي ما كانش حتى مساله سهله في حلها كنا ممكن نحول الاكس اور مين فاكر كانها ديفينيشن كده اللي هو ايه؟ ايه داش بي زائد ايه؟ مظبوط كده؟ فواضح ان ايه؟ المساله دي سيمبل فقدرت اعملها لاين ايه؟ لاين سيبريشن صح؟ لكن المساله دي مش سيمبل فيها شغل تاني المابنج ما بين الانبوت والايه؟ والاوت ما هوش ستريت ايه؟ هو ستريت فورورد لكن هو مور ايه؟ مور كومبليكيتد وبالتالي بقى ايه؟ نعم ما ينفعش معايا ما ينفع لكن لو فرحت اقدر اعمل كده ما ينفعش اعمل باترن اللي انا عملته ده باترن كده فصل ما بين مين؟ الكلاس اللي موجود في الباترن في الرينج ده كده ايه؟ ما اقدرش استخدم لاين واحد اقدر استخدم ايه؟ تو لاينز مش كده؟ لان فعلا دي هتبص لاين العلاقه دي عايزه لاين والعلاقه دي عايزه ايه؟ والانتجريشن ما بينهم بيحل ايه؟ فالكلاسيفيكيشن انا بحط باوندرز ما بين الكلاس 0 وكلاس 1 لو عندي اكثر من كلاس بحط باوندرز ما بين ايه؟ كلاس 0 وكلاس 1 لو انت عملت موديل بقى ليه قدره كبيره جدا ان يحط باوندرز كويسه بين الكلاس بتاعته دي معناها ان هو ايه؟ بتعيد بتعلى البرفورمانس بتاعته طب لو الباوندري مش مدخله حاجات في بعضيها دي معناها ان هتلاقي الاكيورسي بتاعتك مش 100% لان بيخلط ما بين كلاس 1 وكلاس ايه؟ بما يسمى بقى حاجات في العرب اسمها كونفليشن ماتريكس خلاص؟ حلو الكلام طيب خلاص امتى؟ ها؟ ماشي شباب يبقى بصوا شباب دلوقتي هنا زي ما انت شايف ولا مصمم سواء كان عنده او ما عندوش المشكله دي اعتمدت على انبوت واحد بس بارامتر واحد بس صح كده؟ لكن هل فيما يمنع ان انا بعرف هو عنده ولا ما عندوش يبقى عنده تو انبوتس على اساس بعرف الايه؟ التيومر سايز وكمان الايدج التيومر سايز عنده تو كلاسز هو عنده مشكله ولا ايه؟ ولا ما عندوش صح ولا عنده مشكله ولا ما عندوش؟ وانا باخد القرار ده عندي تو بارامترز بقيس بيهم الموضوع هو التيومر سايز والايه؟ والايدج في الحقيقه مش دايما وانت طب انا عايز اسالك سؤال انا عايز اعرف الراجل اللي عنده مشكله ك ك كمثلا زي يقول مثلا مشكله بريد تيومر ولا ما عندوش المشكله فكل اللي شاف التيومر سايز وشاف هو عمره قد ايه وده اللي عايز يقرر هو عنده المشكله ولا ما عندوش والخط اللي انت عامله ده خط بيفصل شباب خط بيفصل ما بين ايه وايه خط بيحسن ما بين اذا كان انت ما عندكش عندك لسه على حاجتين ايه هما؟ هيومر سايز وايه؟ طيب لو انا عايز لو انا عايز اقول دلوقتي انا عايز موديل يعرف من الصوره هو انت ابراهيم ولا عبد الله تتوقع الموديل ده طبعا مثال الكلاسيفيكيشن ولا الريجيشن عايز اقول عبد الله ولا ابراهيم ايه؟ كلاسيفيكيشن الاول ديسكريت عبد الله ابراهيم السيد 1 2 3 صح؟ الانبوت هنا
هل دي حاجتين يوبر سايز ايه ولا ايه؟ عايز اقول ايه؟ هنا المساله بتاعت الكلاسيفيكيشن عشان تحط حد واصل ما بين الكلاس اللي ما عندوش واللي عنده اعتمدنا على تو فيتشرز تو انبوتس مش كده؟ اللي هو مين؟ يوبر سايز وايه؟ لو انا مسلم للموديل بتاعت الصوره بقى وعايز على اساسها يعرف اذا كان ده عبد الله ولا ابراهيم ولا السيد ولا امير ولا غيره الصوره دي الانبوت هي كام بارامتر؟ كام بقى؟ على حسب الدايمنشنات بتاعتها في صوره مثلا ايه؟ 100 في 100 كل بكسل هنا تعتبر ايه؟ تعتبر انبوت واخد بالك؟ وبالتالي في حد بيعمل ازاي؟ بيتعامل مع الموديل اللي يديله الصوره على بعضها الدايمنشنات دي كفكره طول في ايه؟ في عرض يدخلها للموديل هقول لك ايه ده؟ انت بتدور الصوره على بعضها؟ لا ده انا بعمل عليها ايه؟ بري بروسيسنج اطلع منها الاثنين اشيل الباك جراوند واحط ايه؟ واجيب الفور جراوند يبقى لا ده اللي انا مركز فيه. يعني عشان اقلل الدايمنشنال بتاعت الايه؟ الانبوت عشان الموديل يتعلم ايه؟ اسرع يعني هل انت الموديل بتاع الصوره كامله انا عايز انا مثلا عايز اعمل عايز اتعرف على الوشوش هل يهمك الباك جراوند في حاجه؟ هل يهمك الجزء اللي تحتها في حاجه اصلا؟ فتعمل ايه؟ تحدد الفيس مش كده؟ وتقطع الباقي ده كله وتشيل كمان مين؟ الباك جراوند وبعد كده تمسك الايه؟ انت يهمك الالوان في حاجه؟ ممكن كمان تشيل الالوان لان دي تفاصيل بتدي تعقيد للموديل في التعليم لو الحاجه مش عايزه الالوان تشيل الالوان خليها جري ايمج واخد بالك؟ وبعد كده ابدا على الحته دي ابدا اعمل ايه؟ ديتكشن للانجز ديت اعرف الايه؟ العيون اعرف المسافه بينهم ايه؟ اعرف الطول اعرف دي كلها فيتشرز واطلعها من ايه؟ من الصوره عشان اديها للموديل بعد كده كبارامتر زي دي بالظبط يتعلم ايه؟ يتعلم انا ازاي يفصل ما بين عبد الله وبين ايه؟ ابراهيم. واخد بالك؟ المساله اللي بعدها اسمها ايه؟ انسوبرفايزد ليرنينج. عايز تعمل موديل مبني على الفكر بتاع انسوبرفايزد. يعني ايه؟ وانت بتعلمه تديله انبوت بس. بديله ايه؟ بديله صور بس. لكن ما بديلوش اوت. طب الموديل ده هيتعلم ايه كده؟ هيتعلم يجمع الكومبو فيتشرز اللي موجوده في كل ايه مجموعه يعني مثلا زي ايه؟ لا هياخد دينا مثلا ومرات مع بعض في جروب مين ومين مع بعض في جروب عبد الله وابراهيم مع بعض على اساس ايه؟ اللي هو ليهم كومن ايه؟ كومن فيتشرز كومن انترست وحطهم في جروب واحد وطبيعي طبعا حاطط حاجه في الجروب زي ما قلت لك انت بس حاجه هتشبك انتوا حاطين في جروب ايه؟ صح كده؟ فواحد عملت يبقى انا بعلم خلاص مبني مزاوية تيبلز بعمل ايه؟ دي الداتا بتاعتك انت. عمل ايه؟ جمعهم في ايه؟ كلاستر. كل كلاستر دي بقى كومون فيتشرز. خد بالك بقى قاعده مهمه جدا في الكلاستر، مين حاجه اللي عليه؟ العناصر اللي موجودين في نفس الجروب الديستنس ما بينهم زيرو تقريبا. ليه زيرو؟ او قريب للزيرو. اللي متقاربين من بعض نفس الفيتشرز. طب وكل ما نبعد ايوه كل ما نبعد كل ما نبعد يبقى الجروبس او الممبرز بتوع نفس الكلاستر ليهم ايه؟ بيبقوا قريبين من نفس الفيتشرز وبالتالي الفرق بينهم بيبقى تقريبا زيرو. فانت وانت بتعمل كلاستر انت بتعمل على الاساس ده اللي الفيتشرز بتاعتهم تقريبا عارفين حاجه اسمها الجريديان ديستنس؟ الجريديان ديستنس ده بيقيس المسافه ما بين تو اوبجكتس ما بين تو فيتشرز. زي مثلا انت عايشه في القاهره كفيتشر وانا عايش في القاهره يبقى كده ايه؟ لما تيجي تطلع القاهره من القاهره تطلع كام؟ هو نفس الفيتشر. زي مثلا عايز اجمع الناس اللي طولهم مثلا 180 واخد بالك؟ طولهم 190 واخد بالك؟ فنعمل ايه؟ بص كده بنطرح بنطرح الناس كلها 180 صح؟ واللي يجيبوا واللي يجيبوا صفر اللي يجيبوا صفر او ما يقارب من 180 صح؟ لا فين الريفرنس بتاعك؟ 180 فانت بتطرح كل طول من كام؟ كل فيتشر 180 اللي يديك صفر او قريب من الصفر ده حطه في الجروب بتاع ايه؟ الديستنس بتاعك كده كام؟ الجروب ده؟ زيرو تقريبا صح؟ رسمنا ده الاول بالنسبه للمحل صح ولا لا؟ تقريبا انت بتحاول توصل لاقل ديستنس كل جروب. حلو. في تطبيق من التطبيقات المهمه قوي في مجال الميديكال خلاص عندك الدي ان ايه وحاجات الجينومز والجيناتيك انا عايز افصل كل شيء لوحده في الهيصه اللي قدامك خلاص فكل شيء بيكون ليه ايه؟ ليه باترن معين والباترن ده بيقرر كل الجينز الموجوده
وطبعا يعني زي ما تيجي نطرح الاثنين من بعض، لو طلع الصفر او قريب من الصفر انا تبع الجروب بتاع 20 اولاد، لو بعيد احطه في الشيت بتاعي، صح كده ولا لا؟ ايه هدفك من اصلا بس زي ما قلت لك نعمل الكوميونتي دي موجوده في الفيسبوك، مش كده؟ اجمع ناس جروبس، دول في جروب، دول جروب الايه؟ المعهد العام للتكنولوجيا، الجروب الايه؟ وده الجروب بتاع كليه الهندسه جامعه طنطا قسم حاسبات، زيكم بالظبط بس كليه حاسبات، ما بينهم في كوميونيكيشن اكيد ما بين حاسبات طنطا وهنا، وده الجروب التالت بتاع المعهد العام بتاع طنطا مثلا، مالك معايا؟ هنا بقى عايز اسالك سؤال، اسال سؤال صغير، المساله دي مساله ايه؟ مساله ايه؟ بصوا كده، ده كده سبيكر واحد بيتكلم، وعندك هنا سبيكر ايه؟ سبيكر اتنين، وفي كراود، في ناس عماله تناقش كتيره في الموضوع، وبعد كده طبعا احنا بنستخدم بعض زي ما قلت لك، انت يهمك اصوات معينه ولا كل الاصوات؟ انت عايز مثلا تركز على صوت سبيكر واحد وسبيكر ايه؟ فعايز تعمل اسقاط كده على بعض الاصوات اللي انا عايزها بس، او بركز قوي على حاجه معينه. طيب بستخدم تكنيك الكلاسترنج اللي هو خد ده لوحده وده لوحده، يعني عايز افصل صوت الايه؟ عايز مجرد افصل البدل بتاع السبيكر الاولاني والبدل بتاع السبيكر الايه؟ الثاني، يجمع فيتشرز، يعني اي صوت يطلع يقولوا ده البدل بتاع سبيكر واحد او البدل بتاع ايه؟ بتاع سبيكر اثنين. بيفصل بدل الناس دي يجمعها جروبس. لكن لو انا قلت ستيت كده، لو عملت ستيتمنت كده ان ده الصوت ده بتاع سوبرفايزر بتاع سبيكر واحد والصوت ده بتاع سبيكر اثنين، ده معناه ايه يا شباب؟ معناه ان انا كده بعمل مساله كلاسيفيكيشن. لكن مش بجروب، مش مجروب الاصوات اللي جايه تبع سبيكر واحد ولا تبع قريبه من سبيكر واحد ولا قريبه ايه؟ من سبيكرين. طيب اللي انت شايفه قدامك ده، دي طريقه الريفورسمنت ليرنينج. ولا فاكر يعني ايه الريفورسمنت ليرنينج؟ ان انا وانا بعلم بيبقى فيه ريورد، فيه سكور. خلاص؟ فالايجنت بيعمل اكشن معين على يا اما كويس يا اما ايه؟ يا اما وحش. لو كويس دي السيستم تحت دلوقتي، بندي سكور، السكور ده بيبقى بوزيتيف وايه؟ والسيستم هو ايجنت تاني واخد ستيك جديده والدرجه اللي خدها. طب ده بيساعده في ايه؟ يطلع اكشن جديد. والاكشن ده تاخد عليه تاني ايه؟ سكور. السكور ده بوزيتيف وايه؟ او نيجاتيف وبيدي لك ستيك جديده وهكذا، وتبني الموديل بتاعك يتعلم وتبني بتاخد مكافاه بوزيتيف او ايه؟ سكور بوزيتيف او ايه؟ كل ما يبقى السكور بوزيتيف معناه انك رايح ناحيه الايه؟ الحل وعلى المفروض بتاعتك هت ايه؟ حد دي اخر حاجه بالظبط انا هحاولها وبعد كده نبقى نكمل. بصوا يا شباب، عايز الناس تركز. التلاته بقى مختلف، الماشين ليرنينج دي معناها انك عايز تدرب الموديل او عايز تخلي الموديل يدير بطريقه بعيده عن التراديشنال ايه بروجرامينج، لكن عايز اعلمه بيزد على الايه؟ ان هو عنده داتا ست، دي الاكسبيرينس بالنسبه لي. طب ويعني تعليم الموديل؟ يعني الين البارامترز بتاعت الموديل. فور اكزامبل لما كان عندنا لينير ايه؟ لينير موديل، مين المجهول فيه؟ الاي وبي البي. فانت عايز تجيب الموديل اللي يعمل بيست فيت في الداتا دي، اللي يجيب افضل يعني يقدر بالظبط من الانبوت يقدر يبني الايه؟ والاول. فده اللي ليرنينج هنا، ابدا بحاجه وغير فيها لحد ما اجيب افضل ايه وافضل مين؟ وطالما بقى عندك الموديل تقدر تعمل تيستنج على اي اكسل ده ايه؟ ما كنتش عارفها وعايز تجيب الاوتبوت ايه؟ الاوتبوت بتاعك. عشان كده دايما انت عندك اكسبيرينس، اكسبيرينس هي عباره عن الداتا ايه؟ الداتا سيت بتاعتك. تبدا ايه؟ تعمل ايه؟ تبدا ايه؟ يبقى عندك ليرنر. الليرنر ده هو مين؟ مين الليرنر؟ ده الموديل. ده الموديل. طب يعني ايه ليرنينج؟ عايز اسمع الكلمه دي كذا مره بس. يعني ايه بعمل ليرنينج للموديل؟ لا لا مش دي، يعني ايه بعمل ليه؟ ما هو انت هتديه بعرفك بطلع كل اللي بيقول فيه. قولها تاني كده، يعني بليرن البارامترز بتاعته. طب البارامترز ده مين البارامترز بتاعت الموديل ده؟ اللي هو اللينير موديل ده. الاي والبي. طب ليه؟ ليه يا شباب؟ عشان الاكس جيفن. عارف الميل وعارف جيفن. والواي ايه؟ جيف مين الانرود؟ الميل والبي. طب هتبني ازاي يا ابني؟ حط كده الاي والبي راندم الاي والاي، حط اي خط. وبعد كده ايه تحسب الايه؟ الايرور عليه. وبعد كده تقعد ايه؟
عايز تقعد تغير خط طول ما الميرور بيقل روح بعد ايه؟ مايز الاصفر بالظبط. طيب فانت عندك الاكسبيرينس بتاعتك التريد الموديل بقى عنده مانج خلاص مش كده؟ بعد ما عملت لابنج الموديل بقى تقييم معروف. ابدا بقى بعد كده ايه؟ جربه على اي تيست جديده. طبعا ده اصلا بتعمل راندوم بتدي جيم بتجيب راندوم انت بتحطها في الاول بس في الاول بس ليه في الاول؟ اي هبدا اي ايه؟ اللي هي ايه بتمثل بالظبط كل واحد فيكم بدايته بقى عامله ازاي؟ يعني انت مثلا هل انت متعلم بنفس القدر بتاع الراجل ده؟ جايز اعلى جايز اقل واخد بالك في مساله معينه وانت مع الراجل ده زي بعض؟ دي البدايه بتاعت كل مود. طيب اخر حاجه بس الداتا سيت بتاعتك حاول الحته دي نقفل على كده ونروح بس حطها على السبوره دي يبقى لكم عرض جامد يعني عرض جامد انا هخلص في 10 دقائق. هو ساعه يعني ساعه ركز بقى في الكلمتين دول بس ركز في الكلمتين دول عايز اقول لك كلمتين شباب اكلم كلمتين على الداتا سيت ثلاث جمل خليك عارف واضح ان الماشين ليرنينج موديل مش هيتعلم ابدا الا اذا كان عندي داتا سيت صح؟ السؤال الاول الداتا سيت دي اللي ده السؤال الاول وهل في داتا سيت اقدر احطها تنفع لاي تطبيق؟ اكيد لا كل داتا سيت خاصه بسبيسيفيك تاسك في داتا سيت ميديكال مش كل الميديكال حاجه خاصه بالهارت ديزيز حاجه خاصه بالبرين تيومر حاجه خاصه بكل حاجه داتا سيت مخصصه لمساله معينه تمام عشان تدي الاكسبيرينس بتاعت داتا معينه اللي هي عباره عن ايه؟ انبوت واوت او انبوت بس على حسب ما عايز اعمل ها؟ عمر على حسب المسألة طب بس انا هكمل بس عايزك تروح معايا سكة الناس تروح معايا سكة في الموضوع ده عشان اجيب لك اخر بص كده الداتا سيت السؤال الأول معلش هل أي ماشين ليرنينج موديل هتعمله عشان خدمة معينة بتقدمها الموديل ده بيقدم سيرفيس معناها إيه أي سيرفيس كلمة موديل أو ليرنر بقى انا بقدم اي سيرفيس بقى عندي نولج معينه في اسئله معينه عشان اقدر اتعلم محتاج اكسبيرينس معناها ايه؟ الداتا سيت يا اخي بصراحه كده يا اما الداتا سيت بتكون بابليك يعني ايه؟ موجوده على الانترنت اقدر انزلها عايز مثلا حاجه مثلا في ايه؟ في شغل الايه بريك يوم موجوده على الانترنت تمام؟ اسمها بابليك داتا سيت يعني بابليك داتا سيت يعني متاحه للداونلود بدون اي برميشنز في داتا سيت ثانيه متاحه ولكن اندر ريكويست يعني ايه؟ تبقى برايفت يوز بس حاجات الميديكال الخاصه بمرضى لازم انا مثلا في طالب معايا شغال في ماجستير شغال في حاجه اسمها البين ليفل ديتكشن يعني من منظر وشك كده وتبقى حد مثلا شكلك تعبان عايز بدل ما انت طب دي اقولها ازاي يعني لو اكتبها في الكود اكتبها ازاي؟ من منظر وشك كده اكتبها ازاي كتكود؟ طب تكتبها كتكود؟ فدي واضح ان هي ايه؟ ماشين ليرنينج تاسك هي من شكل منظر وشك وملامح وشك تعرف اذا كنت انت اثر عندك بين ولا ما عندكش. وكمان من ملامح وشك اعرف الى اي مستوى انت عندك بين. واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، انا مستوى من البين. شويه مستويات؟ ما انت عندك بين دلوقتي بس مش زي اللي عندك، عندك اقل شويه. ليه؟ لان الملامح بتكون كده، صح؟ حتى لو سكت كده جامد. ماشي لان على طول، صح كده؟ طيب، الحاجه بقى كمان المهمه. يبقى داتا سيت يا اما بابليك يا اما ايه؟ البرايفت دي بقى الطالب اللي بتكلم على الطالب اللي هو بيشتغل على المساله بتاعت ايه؟ البين ليفل ديتكشن الداتا سيت كلها متاحه هي مش متاحه بابليك خالص كلها ايه؟ برايفت يوز طب في اللي هي الجهات اللي هو لازم اكلم الجهات اللي عملوا الداتا سيت دي وابعت لهم انا طالب انا الاستاذ فلان فلاني وعايز الداتا سيت ده يكون غرض بحثي يبعت لي اجريمنت اقضي عليها واقول انا مش هستخدمها في التجاره لكن هستخدمها لايه؟ بيفتح لك اللينك بتاع الاكسس اسبوع تنزل فيه ايه؟ الداتا سيت وبعد كده يقفلها تاني. فالداتا سيت هنا بابليك ولا مش بابليك؟ هي برايفت بس تقدر تاخدها اندر ايه؟ اندر هو بيبقى قايلها كده على الويب سايت بتاع الداتا سيت. طيب الحاجه بقى الثالثه المساله اللي انت عايز تحلها ولا لها داتا سيت بابليك ولا لها داتا سيت برايفت ولا اي حاجه خالص. اعمل ايه بقى؟ انا اللي اعمل الداتا سيت
وفي الحقيقه النوع ده بيبقى قاسي شويه، محتاج وقت، محتاج فكر، ومحتاج ان انا بعرف انا جمعها على اساس ايه وهعملها جروبنج ازاي. قصه كده بتحصل هبحكي لكم عليها. لان في الحقيقه احنا دخلنا تجربه بتاعه تجميع الداتا سيت مع جماعه الصم والبوم، كنا عايزين نعمل ساين لانجوج عذاب عشان تجمع الداتا سيت. كنا مخططين المشروع اللي هو كان مشروع بحث جاي عليه تمويل، كنا حاطين خطه معينه مستحيل يعني حاجه بمنتهى الصعوبه. بعد ما جمعنا مثلا 160 ساين فصموا على 50، لان الباقي كله حاجات ضد ضرب ضربه كلها وبايظه وكل حاجه كانت مش تمام. كنا جايبين كريكت كاميرا وبنجمع عن طريقها. فانا عندي وانا بجمع عندي سفين موداليتيز ار جي بي ديبس ايمج وسكيلتون، كانوا محركوا الكلام ده شويه. طيب ايه المواقع، ايه المواقع اللي عليها داتا ستريم متاحه؟ منها كاجل، سواء عن كاجل كاجل وفي ايه تاني؟ في كذا حاجه بتاع بروزو، ها؟ في حاجه بتاع في كمان، في كمان يعني دايما ساعات كده بتلاقي المواقع اللي عليها داتا ستريم نفسها، الناس اللي عملوا الداتا سيت عاملين نفسهم ويب سايت وحاطين عليه الداتا سيت والكود اللي يقرا الداتا سيت وانت كمل بعد كده. ساعات زي ما قلت لك احنا كنا عايز مثلا اشتغل ادخل في كومبيتيشن، فادخل في كومبيتيشن ان يكون حاطط داتا سيت تنزلها وتعمل انت المودل تنافس مع الناس وتطلع افضل نتائج ويبقى انت ايه؟ التوب سكور وتاخد الفلوس. اه بالظبط. خلاص يبقى كده ايه؟ يبقى كده دي قصه الداتا سيت. فانت في اي مساله دور، هل فيها داتا سيت بابليك؟ هل هي برايفت محتاجه بيرميشن مني انا؟ ولا انا هجيبها لك؟ ولا هل انت مش موجوده ولا دي ولا ايه؟ فانا اللي هجمع ليه؟ طب ممكن اسالك سؤال؟ هل ممكن عن طريق الموبايل ده اجمع داتا سيت؟ انا عايز هل الموبايل ده فيه سنسورز ثانيه غير غير ال ال غير ايه؟ غير الكاميرا؟ هل ده فيه سنسورز كتيره؟ اللي هي ايه؟ في جيروسكوب، في الاكسلور، في البروكسيمتي سنسور، في الهيوميديتي سنسور، في الانفراستراكشر انفراريد سنسور، صح كده؟ في الماجنومتر، في كذا سنسور. فانا ممكن اكتب تطبيق ربع جنيه، اكتب تطبيق ايه؟ اسمه داتا كوليكتور، او حتى مش لازم اكتبه، ادخل كده على بلاي ستور اكتب داتا كوليكتور. داتا كوليكتور ده بيعمل ايه؟ يشغل كل السنسورز وياخد منها قراءه طول ما انت ماشي. قراءه طول ما انت ايه؟ ماشي، ياخدها ويرميها في سي اس بي فايل. داتا سيت بقى عندك ملف، اعمل بقى ايه تطبيق ده. كنا مثلا هبقى كده القصص دي وقتها يعني. خلاص بس خليك عارف ان انت عشان تجمع ديتا محتاج هاردوير. تجمع بيه يا كاميرا، اي نوع بقى من الكاميرات، كونكت كاميرا مثلا، فتضمن على حسب الهاردوير اللي انت بتجيبه بيكون الطريق بيكون الداتا اللي انت بتجمعها، بيكون حاجه اسمها الموداليتي اللي انا بجمعها. هو ليه بنسميها موداليتي؟ ليه بنسميها موداليتي؟ لان الار جي بي ده يعتبر موديل، ده نوع من الصور. السكيلتون ده ايه؟ نوع تاني. الايه؟ السكيلتون الديبس ايمج دي تعتبر نوع تاني. طب وانت بتعمل الموديل تخليه يبقى مبني على الار جي بي بس؟ ولا الدبس بس، ايمجز بس، ولا السكيلتون، ولا الثلاثه، ولا ايه؟ على حسب. طب نفترض ان الابلكيشن اتغطى بالار جي بي زي الفل، تسحبه بحاجه ثانيه ليه؟ زي امتى الجا لموداليتي مقرزه؟ موداليتي مقرزه ها؟ لو الدنيا مش ظابطه احط الموداليتي الثاني، بس وانت بتحط الموداليتي الثاني ده يبقى انت عندك فكر حاجه موجوده هنا، بيبقى في حاجه اسمها كومبلمنتري انفورميشن، يعني معلومه مش موجوده هنا بس موجوده في الموداليتي الثاني. زي مثلا هقول لك على حاجه صغيره. السكيلتون ده كداتا عباره عن ايه؟ عباره عن نقاط كده اكس واي وزد كل شويه. هل ده في معلومه؟ هو ده في معلومه بوز بس اتجاه. هل في معلومه انت منظر الوش؟ يبقى انت لو في عندك تو اكشنز مختلفين بسبب ان شكل الوش مش موجود، واخد بالك؟ او فتح حركه كتير مش موجوده كشيب، يبقى انا لازم ادخل السكيلتون مع مين؟ طب انت اتعمل ازاي؟ هنقول لكم بقى، ودي اللي كان عليها عشت في زمان. خلاص يعني كده البحث كده ما بيروحش ازاي؟ عايز ادرب الموديل. هل بدرب الموديل بكل الداتا سيت؟ طبعا نظفنا الداتا وخليناها تبقى الجهاز. بتقسم الداتا سيت بتاعتك؟ بتقسم الداتا سيت بتاعتك جزء للتريننج وجزء للفاليديشن وجزء للتست. ايه معنى الثلاثه دول؟ التست ده هو الجزء اللي بتاكد فيه في الاخر اذا كان الموديل بتاعك اتدرب كويس ولا لا. انت
طب التريننج دي جزء الداتا اللي بترين بيه الموديل عباره عن ايه؟ المثال وحله، المثال وحله، اتدرب على دول. بس ايه الفاليديشن؟ انسى الهايبر بارامتر، انسى الكلام الكبير ده. دلوقتي ايه دورها في الحياه؟ يعني هي مرحله دي اصلا؟ هقول لك انا. اثناء التريننج بيبي الموديل بيتدرب كويس ممكن لا؟ يعني مثلا انا دلوقتي عمال اديك ماتيريا صح؟ يلا بسرعه كل واحد يطلع لي كده الحين السؤال ده. ثانيه واحده بس عايز افهمك ايه الفاليديشن؟ ساعتها احنا بنحل المحاضرات اللي فاتت بعمل ايه؟ باجي كده وانا بتريد الموديل يا شباب مش عارف كده بشرح المحاضره بعمل تريننج ليك باجي اقول بعد اذنكم انا هقف كده وعايز اذنك كله يحل المساله دي بهدف ايه؟ مش بنعمل فاليديشن مش بنعمل كويس كده هدفه ايه؟ الفاليديشن اثناء تقييم اثناء التريننج بشوف هل الهايبر بارامترز دي موجوده بتشتغل كويس ولا لا؟ فالفاليديشن ده معمول خصيصا عشان يعرف التريننج شغال صح ولا لا؟ ايه هدف الكويزز؟ في كل محاضره او مساله انت تبدا تحلها دي هتاكد ان التريننج شغال صح ولا لا؟ لان مش معقول يعني اقعد ادرب فيك وفي الاخر هتيجي تسال انك بتحل غلط. لكن في النص انا بعمل ايه؟ كويز كويز والصايد وريبورت ومش عارف ايه وويتر كل ده ليه؟ عشان باجي اعملها تيست في الاخر يبقى انت اتدربت كويس. التيست اللي بيحصل ايه؟ انا بديك الامتحان ده حل ولا بديك الامتحان بس؟ بديك الامتحان بس صح كده؟ وانا عندي الموديل اقصد وانا عندي ايه؟ اقارن كل بص خد بالك البرفورمانس الناس بس تفهم التيست ده بيجي ازاي؟ التريننج وانا بدربك بديك المساله وحلها بديك المساله وايه؟ وانا بفاليديت برضه يو بايه؟ هي مرحله التستنج بس هدفها تعديل التريننج لو في ايرور. هدفها ايه؟ ايه هدف الكويز؟ بعد ما انا بحل بقول للناس يا جماعه ايه؟ قارن لحد اللي انت عملته اللي انا بقوله لك دلوقتي صح؟ فيا اما الدنيا تمام يا اما فيها غلط. لو فيها مشكله اخد الفيدباك منك وارجع عنك. طب التستنج في الاخر بقى انا دخلتك الامتحان خلاص اديك ايه؟ الامتحان فيه 10 اسئله وباخد منك الحل مش كده؟ طيب انت لما تيجي تسكرول على اساس ايه؟ عندي موديل اقصى مش كده؟ بقارن الاجابه اللي بتاعتك بايه؟ بالديزاير اللي موجوده في الموديل اقصى لو صح يبقى صح لو انت جبت كله صح تاخد 100% 100% طب لو جاوبت 80% صح تاخد 80% دي اسمها التستنج اللي على اساسها بتقيم اوفر اول هتنفع تعدل السنه اللي بعديها ولا لا؟ طب لو لقيت التستنج دي نتائج وحشه جدا ده معناه ايه؟ ان الموديل ده مش كويس ومحتاج ها يتغذى بداتا اكتر محتاج في عنده حاجه عامله له مشكله. فبصراحه بقى الجا لحاجه اسمها ريفرس انجينيرنج اشوف ايه الكراسيس اللي ضربت مع بعضها واعرف ايه السبب وبيها اعدل الداتا سيت وبيها اعدل الموديل واعدل في الدنيا كلها. يعني مثلا افرض كده طول الوقت كلكم واضح اللي اتلخبطوا ما بين السؤال الاول والثالث. في ناس حالة التالت على ابن الاول والاول على ابن التالت يبقى انتوا ما تعلمتوش دي صح. او في حاجه ملخبطاكم في الجزء ده فاعمل ايه؟ اعدل حاجه في الداتا سيت البس في كل البس واحده نظاره عشان اخلي دي النظاره دي من غير ايه؟ لما تخش على المدرب بيعرف اللي يظهر حاجه كده بس.